تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقائكم الرياضي على شهادة اف ام، برنامج البطولة المعد لكم اليومي من 2 حتى الجمعة، من 1 حتى 3. تحية لكل الأصدقاء. بداية أسبوع موفقة قلناها البارح، واليوم غنقول لكم بداية ثاني أيام الأسبوع موفقة، وهذا آخر أسبوع الله يلحقنا ليه إن شاء الله بصحة والعافية، آخر أسبوع قبل شهر رمضان المبارك بحول الله. التوقيت الجديد ديال البرنامج غادي ينتقل من 1 حتى 3، 9:30 حتى 11 ان شاء الله الرحمن الرحيم. ايمان، اهلا وسهلا. اهلا بك منير، اهلا بكل مستمعي ومستمعات شاد اف ام. كل شيء بخير، لاباس عليك؟ شويه الحمد لله، شويه الحمد لله بحال هكا. ضروري ما مخصكوش شويه وصافي، شويه بحال هكا، شويه وبحال هكا. وندعيو مع الناس كاملين اللي مراد، الله يشافي كل مريض كيتالم في شي مستشفى ولا كيتالم في الدار ديالو. فكنطلبوا من الله عز وجل على انه يشافي الناس، لانه بزاف الناس توصلنا بهم على انهم ساكن مرض، فكنتمنوا لهم الشفاء باذن الله. الله يجيب الشفاء. الزملاء الصحفيين كذلك اللي كانوا في الكوت ديفوار، انا مؤخرا كنشوف شفت واحد تدوينه ديال رشيد الحلو يشكر كل من سال عنها. رشيد الحلو وسائر الزملاء، فعلى سلامتكم اللي كان مريض، لانه اللي ما عارفش الاعراض ولا التبعات ديال الملاريا ولا شنو داكشي. سي فغي الملاريا وبزاف الامور، فالله يشافي الجميع. اللي ما عارفش هذاك الشيء، اللي ما خرج من الدنيا ما خرج من عقيبها. طبيعه الحال في انتظار التحق بنا الاستاذ الكابتن سي فخر الدين رجحي. المحاور ديال حلقه اليوم مستمعينا الكرام غنديروا بعدا واحد الشق مع البدايه، عنده علاقه بما بالبحر الهي، لان من البحر الهي كاين بعض الاحداث اللي تستحق انه الواحد يهضر عليها. ماشي بالضروره نديروا اسقاط لهنا، ولكن غنشوفوا الى اي حد هاد الاحداث اللي كاينه وهاد الاخبار اللي كاينه من البحر الهي ممكن تكون فيها واحد الفائده كبيره بالنسبه لكره القدم العالميه. غادي ندخلوا لهنا للحديث على غندير تاني واحد الاسقاط ونخليه لكم تنشوفوا النقاش كيفاش غادي يكون، ثم منافسات بطوله القسم الثاني، بطوله القسم الثاني الدوره ديالها 19 واللي تجرات نهايه الاسبوع. الكوكب المراكشي يسترجع الانفاس حسب الانصار ديالو اللي قال لك، يستغل داك السباق بين الكوكب والنادي المكناسي للصعود للقسم الاول. كابتن فخر الدين، اهلا وسهلا. اهلا منير، ايمان وعبد الهادي وجميع الصديقين وصديقات البرنامج. كل شيء بخير اخويا، الصحه لاباس، هانيه الامور، كل شيء مزيان. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. الحمد لله وشكرا. امين امين، اللهم امين. مزيان اسيدي. بعد الاسبوع اللي فات كانت شويه ديال الراحات شامبيونز ليغ الاوروبيه، هذا الاسبوع هذا المباريات ديال الاياب بالنسبه ل شامبيونز ليغ الاوروبي. اليوم سيدي بايرن ميونخ مع لاتزيو، وريال سوسيداد مع اصحابك مع البي اس جي. جوج ماتشات مزيانين، واخا راه كل ماتش في حاله. لا الحاله ما كتشابهش، بحال دابا البايرن لا حديث في المانيا الا على الحاله اللي كيعيشها فريق البايرن، ثم المدرب ديالو توخيل اللي صراحة رغم انه تكلموا على انه غادي يمشي حتى لاخر الموسم، ولكن مطلوب خصو يبقى في تشامبيونز ليغ. الى قدر الله البايرن خرج من هذه المسابقة، لا اظن على ان توخيل غادي يكمل مع البايرن في السباق ديال، لان حتى البطولة دابا 10 ديال النقيطات. الخبراء تيقول لك يمكن شبه الحظوظ منعدمه بالنسبه للبايرن بالفوز باللقب. هذا هو اللي كيخلينا المباراه اليوم ضد لاتزيو بعد الهزيمه ديالهم ب1-0. البايرن اخر مباراه ما قدرش يحققوا انتصار، ما حافظوش عليه، تعادلوا ب2-2. الظهور ديال بعض اللاعبين والمستوى، هناك امور بزاف لعبه في هذه المباراه ديال لاتزيو، واللي على حسب التصريح ديال توخيل قال لك انا واحد الانسان عزيز عليا الربح والشغف ديالي هي كره القدم، وما كنعرف شي حاجه اخرى من غير كره القدم، وما يمكنش ليا يعني نحضر يديا ولا هذا. ولا ريزون طونك خدام اوكي، وعنده الماتشات خصو يديرها، ما يخمم يربحهم، ولكن المستقبل مع البايرن
راهين واقيلا انا بالنسبه ليا بهذا البقاء تشامبيونز ليغ، لانه الا ما كانش في غير ماتش اليوم كاين الامكانيه للرجعه تنظن، ولكن مع واحد الفريق ديال الطاليان اللي ما خسر والو واللي يقدر يشكل خطوره بالنسبه للاعبين الالمانيين، لانهم ما متعودينش في البطوله الالمانيه داك الحده وداك المركز وديك التدخلات. تنظر بانه فريق لاتزيو الى خدم الكره الايطاليه الحقيقيه غادي يخلق مشكل بالنسبه للبايرن. ثم كاين المباراه ديال سوسيداد مع لاتزيو بي اس جي، بي اس جي شهاده ديال انريكي على انه لاتزيو على ان سوسيداد من احسن الفرق في اسبانيا، يمكن الخبره اللي اكتسب انريكي واللاعب في البطوله الاسبانيه والقرب ديالو من هذيك البطوله من ذاك الجو، تعرف بانه المباراه خارج الميدان وداخل مع سوسيداد غتكون صعيبه، رغم انه سوسيداد ما كيحققش نتائج داخل الميدان ايجابيه، كتبقى مباراه ملعوبه كيفاش غادي يكون مبابي، لان تقريبا انا كنظن انه هو المفتاح ديال الفريق ديال بي اس جي. واخا لويس انريكي اعلن صراحه في هذه المباريات الاخرين فاش مره يلعب مبابي مره ما يلعبش مره يخرج، قال هكا بصريح العباره خصنا نولفوا اننا نلعبوا بلا بيه. لا هو اللي انتيليجون، هو واحد الوقت في الرحيل ديالو اللهم كتبريباري واحد لو جوور اللي غادي، ولكن جو نو بونس با ما تقدرش تعوض مبابي دان سول كو، لانه عنده مميزات ديالو اللي هو كيمتاز بها، هو داك الاختراق، هو انه كيشجع كيدير ما تنظنش خصك الا بغيتي تجيب واحد اللاعب وي غادي تجيب ان جوور اللي هو الكاليتي ديالو عنده مزيانه، ولكن باش يكون 100% مبابي جامي، كل واحد كيكون عنده شي حاجه ديالو مميزه. دازو كويريا في العالم كل عنده لمسه ديالو، ما هما كلهم كيتميزوا بانهم دي جوور اللي كانوا مميزين، عطاو الفروق ديالهم هذا، ولكن كل واحد عنده شي حاجه ديالو. بحال دابا ملي كتقول دابا ابراهيموفيتش عنده لا كاليتي ديالو ما تحيدهاش، شي حاجه ديالو خاصه به، رولاندو شي حاجه عاوتاني تا هو، اي واحد كريتيف هادو راه كاين واحد في العالم. فوالا كل واحد عنده شي حاجه، بحال دابا كتقول ميسي، ميسي هادو لاعبين، هادو لاعبين كل واحد عنده مميزات ديالو، سو سون دي غران جوار، ولكن كل واحد اش عطاه الله، يعني ما يمكنش لك تقارن بيناتهم، وما يمكنش لك تصغر من بيناتهم تقول هذا احسن من هذا ولا هذا، فهمتي هادشي اللي كاين. دابا مبابي انا بالنسبه في باريس سان جيرمان الى بغيتي نهايه مرحله، الى بغيتي تعوضوا خاصك تخدم على الكوليكتيف، وهو الحل الوحيد اللي كاين، كتخدم على الكوليكتيف فرديا ما تعوضوش فوالا، كتخدم على الكوليكتيف و اوميم طون كنجيب واش ما يعوضوش هذاك الوليد دابا اللي عنده راك عرفتي سميتو، فكرني في السميه ديالو، شكون اللي كان ديجا كان تبليسا، يقدر يخرج لك شي وليد من هذوك الوليدات اللي عندهم تما ديجا زوينين دي بون تكنيسيان، يعني راه غيدوز الباك هذا العام، باقي صغير غيدوز الباك، غيدوز الباك. فكرتيني في هذوك الدراري ديال ليفربول، راه كان تبليسه في وقيله كاع في الشامبيونز ليغ كان تبليسه، ولكن راه رجع هذاك الوليد يقدر يرومبلاسي، ماشي يرومبلاسي، انما باريس سان جيرمان عندها دي جون اللي كيلعبوا الكره، يمكن في غياب مبابي تكون ديك القضيه ديال لا ليبرتي جو، كتولي عندي واحد الحريه واحد المساحه كنولي كنقدر ندير، فهمتي ما نبقاش نلعب عليه هو زعما، هو ماشي كيعبوش عليه، هو ما عندوش هاد القضيه، هو باش مزيان ما كايناش فوالا. ف اليوم ريال سوسيداد بي اس جي 2-0 ديال الفرق باريس سان جيرمان في لالي، بايرن ميونخ لاتسيو 1-0 جوج الاهداف، جوج باش دير تعادل، ما بقاش ذاك التعادل، الهدف خارج الميدان ولا ما بقاش اصلا ما كانش هذيك، ما بقاش راه مهمه هذيك، خصهم يجيو يطبقوها في افريقيا وغدا صح. شحال من فرقه خصهم يجيو لها، خصهم يجيو لها نورمالمون خصك تجي، وغدا كاين مانشستر سيتي كوبنهاغن وريال مدريد مع لايبزيغ، غدا ان شاء الله غادي نهضروا على هاد المباريات. السيتي حاسم مباراه وغدا نهضروا عليها، لا قلت لك زعما السيتي حاسم، بغيت ندير لكم واحد الشامبيونز ليغ اخرى ديال اسيا، تالق عين مع النصر الاماراتي، هدف سفيان رحيمي تبرزيت لي دار لهم البارح 1-0 ما انا هذه كترجعوا دابا هادشي ديال والله، لا بكل امانه زعما، لا بكل امانه وي، ولكن بكل امانه بحالاش شي حاجه ضروريه بحالاش بكل امانه
وغنرجع غير لواحد الحاجه كتقولها انت. اعطي فرصه للدري صافي تختمتيها معايا. كيلكو مينوت تختمتيها معايا. أو دي ما يكونش تيتولير غير كيلكو مينوت. عطي فرصه ماشي مشكل. عمرك ما تسبقي تيتولير ماشي تيتولير. ما كتدخليش هادشي في لا. ممكن يكون لك مسؤول ماشي كندخلو زعما يجي الدري تعطى فرصه ماشي تيتولير غتعطاه غير لو طون دو جو ديالو فهمتي. حتى كلمه تيتولير ما تنقولوهاش ملي كتكون غادي تنادي كتقول غنادي على واحد اللاعب ما كندوش ما كندخلوش في المسائل ديال تيتولير ماشي تيتولير. انا داكشي علاش قلت هادشي المينوت لا حتى هادشي ما كان لا خصك تحيديه بالنسبه لي انا شفتو هكا لا ما تحطيش الا حطيتيه في هادشي غادي يولي داخل بالعكس هو اللي كاين هو اللي ما بغيتش نجاوب منير وجاوب هو راسو وجاوبني انايا حيت كفانا ما نبقاو حيت ديجا كنمشيو حنا بلا لوجيك ديال الكره واش هي لا لوجيك ديال الكره فين ما كاين شي لعاب مميز واحد البلاصه تنقولوا غادي يعيط عليه المدرب هذه هي النتيجه حتى في البطوله الوطنيه اللي خدم وكيستاهل شنو هو الجزاء ديالو منتخب الوطن حنا واحد الوقيته كنجرو في البطوله كنلعبوا مع الوداد خصك تماركي ودير ودير وكل اثنين كتحل الجورنال كتشوف واش كاين سميتك كتشوف واش كاين سميتك في لا ليست كانت ديك الساعه جريده في لو ماتان كتفرح لقيتي سميتك في لو ماتان مع الصباح ها لك ابن ناسيونال لي جوار كونفوكي وديري لك فهمت غتلتحق مع مولاي رشيد مع مولاي رشيد الله وشكون هما الدراري اللي غنتلاقاو معاهم وكيفاش غنمشيو من هنايا وغنقبطوا تران وخصنا طاكسي بيض من تما حتى مولاي رشيد عندك صحاب كنا كنمشيو بالبورش لا لي ذكر لا لي ذكر لي مارك غادي تخلص من عندكم عندك انا ما تقولهاش صافي زيد زيد ناخذ واحد الفاصل ومن بعد بخر الدين ذاك النهار كنا هضرنا غير على لا باش نختم معك هذا الموضوع نسدو لان باقي ما سديتش انا سد هذا رحيمي ولا هذا نامبورت كي سميتو رحيمي سميتو عباس سميتو مسعود كيلعب في واحد الفرقه برك نهضر على رحيمي وميز حنا غادي نمشيو بعيد انا مشيت مع كيلعب اي واحد اي واحد كيلعب الكره مزيان عاطي لعب في واحد الشامبيونه اللي هي مهمه والنيفو ديالها طالع راه عندك شي وحدين تما كانوا كيجيو ما كناش كنبغيو نهضروا كنا كنقولوا ما نهضروش على لايسمن ودابا الله يجعل شي بركه اللي كيستاهل شي حاجه يستاهل وتا واحد ما يجي يبدا يخرج فينا عينيه نقول لك هذا راه هنا ولا خلاه لا والله يجعل شي بركه بطاطا صافي لا وحيت ديجا تعطات يعني لوبورتونيتي لبزاف الناس دونك راه هي هذه وقيت بالبطاطا صافي من بعد الفاصل ان شاء الله مع عبد الهادي غادي ناكلوا البطاطا شوف غناكلوا البطاطا من بعد الفاصل فاصل ونعود انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شدا اف ام تحيه لكل الاصدقاء كل المتتبعين التعليقات ديالكم انا غادي نجي نقراها بعد قليل غير فقط بغيت مزيان ملي على ذكر البطاطا بغيت نفتح واحد القوس على فخر البطاطا يعني يراد منها ذاك الخطاب اللي كل مره كل مره كل مره ولكن ما عرفتش غادي نشرحها البطاطا البطاطا تشرح اكثر من تشرح مؤخرا اسيدي كنا كنتناقشوا ماشي غير حتى تقصات ليكيب ناسيونال ديما كنهضروا على اللاعب المحلي ديما كنهضروا ديما انا بلاني الله كناخذ بعض المرات شي مقطع من شي فيديو بحال هكا كنشرو كنشوف تفاعل مع الاصدقاء نهضوا شي واحدين قال لك راه ماشي هذه هي الهضره ديالكم اللي كنتو كتقولوا على المنتخب المحلي في الشان انت شلحتي كتبدي على الهضره اه بلاتي لا مزيان ايوا انت كتبدا تقول لك ماشي نتوما انت دابا كتلو عليه وكيقول لكم انتوما ولكن كاينه هضره هنا ازيد يلا مرحبا واش عمرنا فخر الدين حنا قلنا هذا المنتخب المحلي ما عندنا ما نديرو به انا نعطيك الجواب اش كنت كنقول لك لا هذه لا كنت كنقول لك كنعطيك نظريه اخرى تعطيني 19 عام 20 عام انت كتقول منتخب اللي مبني على اللي مبني باش نخدموا به اما 34 33 جات توجور كونتر لا فائده باقي دابا تنقولها انا كونتر باقي دابا تنقولها تندوي دابا غدا اذا كان منتخب محلي الفو ميون نعزل دراري صغار وما كنقولش صغار 19 عام 20 راه ماشي صغير 19 عنده لي اوديزنا ديالو بحال دابا اللي كاين دابا بحال الدراري اللي كاينين دابا كاينين دراري اللي اكتويلمون زعما بحال لا كاتيغوري ديال لاج اللي كنشوفوا النيفو ديال لي زيكيب اوروبيان وكنشوف ذاك لاج اللي كيلعبوا به في دي كرون كلوب راه حرام هنا باقي مازال نقولوا 19 ورانا فورماسيون 20 ما عليناش ما عندي ما نقول ولكن انا باش نرجع معك الشيء اللي وقع لك انت في هذا ديال المنتخب المحلي ديال المنتخب المحلي الهضره ديالنا حنايا ليس دفاعا عليك انت
ولا عليا انا الهضره اللي كنت كنقول انا بعدا انا شخصيا راه مسجله عندك انا تقدر تجبدها وتقالت العموته كاع وتقالت العموته مباشره قلنا ما النظريه ديالي دائما وهو اختيار 19 20 وديك الساعه مزيانه لينا حنا نشوفوا فيهم واش كاين شي وحدين على مدى ديك الكوب دافريك اللي كدوز ما فيهاش الريحه ديال الكوب دافريك اللي كيشاركوا فيها فيها الريحه فيها الريحه لوجيك وناخذ واحد ما تعرف يكونوا شي جوج ولا ثلاثه ونجلسهم في التوش غير اللي وقع لي انا عطب في 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 في, في كوت ديفوار ولقيت درت ولقيت بوكو دو بلوسيغ ندور ونجيب وحدين اخرين مجربين هذا ولد انت اش قالوا لك احنا ما عمرنا كثير لا قال لك انتو ضد المنتخب المحلي لا لا بالعكس احنا ما عمرنا ما كنا انا باقي ضد المنتخب كنتو كتبغيو زعما لي كاتيجوري هكا الصغار وكت لا ماشي لي كاتيجوري لا كتعاونوا زعما لا لا المنتخب المحلي اللي كيمشي للشان لا اللي كيمشي للشان لا كنديروا المنتخب المحلي كيمشي للشان كنا الراي ديالي ديما مع منير وهو الدراري يكونوا باقيين صغار انا جيتي توجور كونتر ديك 33 34 حيت علاش درناه هنا كنا بغينا نديوها ايه وفين ما كنا كنديروا سكو في منين عينا منا عرفنا بان هي كدوري ما كيجمعش منتخبات اللي هي قويه باش نكونوا صراحه مع نفوسنا ابار شمال افريقيا وماشي ديما علاش لا ما نديش دراري شويه صغار ويشاركوا ويلعبوا ونورمالمون اقل من 23 نموني لا لا ما ديش اقل كيش حر كتاخذ اللي بغيتي يكون عنده 40 ما ديش اقل من 20 راه كدي 127 عام كدي غير والو واش نوضحوا ثاني واحد القضيه هذاك المنتخب اللي كنهضروا عليه اللي كان مع عموته في الكاميرون واللي داو لا كوب دافريك في الكاميرون بنظر المنتخبات حاضرين ضعاف الى غير ذلك كاين مشكل راه من تما فين هاد اللي باقي داوين عليه دابا رحيم راه تما رجع بواحد لوجات بوطويل بوطويل اللي كان تما راه تما فين فين دار هذاك الوليد ديال اكادير بوفتيني سفيان بوفتيني سفيان بوفتيني من بعد كانوا زوينين الدراري كانوا دراري زوينين تبارك الله وعلاش ما نستافدوش منهم دابا في هاد لاكوب دافريك اللي فاتت ولكن لا لا غير شوف لا داعية باش انا كتمي كتذكر رحيمي كتذكر لاعبين اللي مشاكيس شوف راه مشي دابا كيدير سميتو وجب ديالنا اصلا عندي ما ندير لك عادي دابا في هذا هو الوليد اللي فهمتي خاصك انتو كتقولوا هو قال هو يوم يجبدوه لا حيت كيقول لك قلتي انت وفخر الدين دابا راه منير فخر الدين فخر الدين منير وما عندي ما ندير عندي ما ندير لك لا ولكن انت علاش ما كتحافظش على على دوك التسجيلات بحال دابا تجي اليوم تكون انت دابا صافي ما تهضرش لا انت لا انا تجي تقول لعبد الهادي عمل لي واحد التسجيل عمل لي اييه عمل لي ناس وغادي يعني لك لا غادي لك واحد التسجيل بانه حنا كنا كنقولوا في البرنامج ديالنا فوالا حنا راه كان ما حنا لسنا ضد ماشي ضد المنتخب كمنتخب الله يرضي عليك ولكن ضد العزله اللي كان العزله اللي كتكون ما انا ما قابلهاش وانت دابا هاو باش يقيدوا علي عندك عاوتاني بحال دابا سبحان الله جاي واحد الشان اخرى لا جاي واحد الشان اخرى عقل على هادشي اللي كنقول عاوتاني نسجلوا راه باقيين باغيين دوك الوليدات انا شخصيا باقي باغي دوك الوليدات يعني ملي كنقولوا الشان الاخرى اجي نقول لك وتا هاد الناس يمكن ما تلومهمش لا ما كنلومش عرفتي علاش نقول لك علاش غير من باب لا يمكن هما يمكن ملي كانوا كيتصنتوا يكونوا خداو واحد الفكره ديال حيت ما تنساش بانه راه قوه الراديوات وقوه هذا ما كتبقاش عارف فين سمعتك انا راه كيتلقى معايا شويه كيقول لي سمعتك البارح في تنقول له ودي لا رانا في وهي غادي وكنعيشها مع شي ناس ما عندك ما دير راه ملي كتفيق مع الصباح سيرتو دوك اللي مبري بالتليفون الفيديو ديال كيدور هاد اليومين اشنو هو ديال او كاين عاوتاني او 19 كثرت علينا من او كاينه او وانا هذيك او كنسمعها ملي كنكون غادي في الزنقه شي واحد جا شاك الروسه وغادي او كيقولها كريستيانو ولا كيقول لا راه ضيع حسن العوان اللي عنده شي تليفون وملي كينوض الصباح هو مسكين كيدخل لدوك القنوات كيخرج من هنا يدخل هنا جيت الزرع شويه الكسيد من هنايا الفيضان في الجهه الاخرى الصافيطات في الجهه هذه راه الله يحسن العوان يا الله يكون في العون ايوا قبل ما ندوز لموضوع اخر غير اللي علاش دابا دايرين بالراحه دابا راحه تامه قول لي بغيتي في حوارنا قول لي بغيتي والو تيجي واحد كيقول لك واش اخويا هادشي اللي كاين لا انا باقي تعقل فخر الدين في حوارنا مع عموته هذيك الساعه محمد دوشان اشنو كان قال سولتي على هاد لاج نيت راه باقي انا كنت قلتها ليه لا هاد لاج قال لك راه المشروع ديال ما بعد هاد الكاس هو غادي نمشيو للمنتخب الاولمبي الصابق ديما نسالك ديك الساعه شكون اللي كان شكون اللي كان ديك الساعه كان اشرف داري كان مرابط لا اللعبه اللي كانوا اللعبه اللي كانوا اشنو وقع من بعد؟ جات ديك كاس العرب ديال قطر ما بقاش عنده الحق ما بقاش عندك الحق لا لا هذيك غادي تمشي تشارك مع الجزائر ومع تونس خصك دير هذيك تبدلات العزله عاوتاني وحتى حنا نكونوا معاهم عاوتاني
كاس العرب راه جمعات عاوتاني منتخبات الاولى تبارك الله ديال ايوا هذا ما كان على اي ان شان المقبله راه غتكون كنظن في كينيا طنزانيا والدول اللي غادي ينضموا كاس افريقيا 2027 غيجربوا فيهم ويجربوا فيهم الشان جربوا زيان. عندهم الشان دونك راه غيتعلن ما بين الفينه والاخرى فديولنا عاوتاني الله يجازيكم بخير او المشرف العام الجديد على المنتخبات اللي هو السي وليد الركراكي يفكر في انا عينته مشرف عام على المنتخبات وليد الركراكي ياك انا عينته الحقيقه راه واقيلا هي هذه اللي كاينه الله يعلم انا عينته بعدا ونتمناها ليه زعما الله يزيدو واش عينتيه ولا عينتيه التعيين ماشي ضربته بالعين ايه واحد لا تعيين تقدر تعينه على وليد الركراكي ايتي ايلو مشرف عام ايلو ايلو مشرف عام مانجر جينيرال يفكروا في شي طريقه ديال شكون هاد العينه ديال المنتخب المحلي اللي غادي تمشي ديك الساعه على اين سي فخر الدين وي تعديلات مهمه وكثيره تعرفوها قوانين كرة القدم إن شاء الله مغربية والعالمية عالمية تحكيمية ستبدأ حيز تطبيق انطلاقا من فاتح جويلية 2024 تبارك الله وسلم وما هي هذه أسيدي الناس ديال البورد الله يجازيهم بخير ناس البورد فيفا ناسيونال بورد قوانين كيعطوك الشريعة وداك الشيء المهم ما كايناش هذيك بعد هذيك الكارطون كيعطوك داك الشيء ديالهم تما كيعلنوا عليه الكارطون بلو الاحتمال ديال البطاقه الزرقاء لا ما كاينش بعدا انفانتينو كان في تصريح رسمي قال لك يمكن تجرب في شي منافسات خارج المنافسات ديال اونيفو ما غاتكونش اوفيسيال الجديد كاين شي حوايج اللي عندها علاقه مباشره بكره القدم وكاين شي حوايج اللي ثانويه بحال مثلا الحكم تعطاه واحد المساحه ديال الكابيتان هو اللي يهضر معاه واحد المساحه ديال ما يقرب ليه حتى شي واحد هذه في طور انما اهم حاجه اي لمسه يد داخل مربع العمليه بيلانت ضربه جزاء ما بقاش داك الشيء داك الشيء متعمده غير متعمده ضربه خينا لا لا ما كاينش اي لمسه يد بيلانت هذه مهمه هذه غتحيد الشك اساسا سالينا من ديك لم يكن متعمد لم يقصد ولم ترقى لي والو شي انت ناعس ناعس انت كاع ضربتك في يدك وانا ضربت الكره وانت ناعس في كاري 18 متر شرف فنيده بيلانتي ويا تجيك في يديك غنفيق دابا هذا الشيء غيولي تخدم عليه لي زونترينمون ياك فخر الدين كي جاتك انت القضيه راه طق طق خايا جاتك واحد لوكازيون في لا سيرفاس دو ريباراسيون قلت اش كاين خاسر ما عرفتش بشحال واجي نضربها ليه في الدوار كي غادي دير ما تقدريش هذا الشيء كتجيب علاش قلت لك خاصها تخدم في لي زونترينمون ما تقدريش ما عندك ما زيد كمل كي جاتك انت هذا زوينه عجبتني انا علاش تعجبني تحيد هذيك لا بوليميك اللي عشناها في البطوله الاوروبيه وفي البطوله المغربيه بارتو فيما مشيتي كانت وكان فيها اختلاف يد ما مهزوجاش يد محذوره واخا نجيك انا الباقي القوانين قلنا المنطقه المحدده ديال قائد الفريق مع الحكم يدخل فترات هدوء تتيح للحكم ارسال الفريق للمناطق الدفاعيه هذه صراحه ما فهمتهاش قريتها بالفرنسي وقريتها بالعربيه ما ارسال عاود لينا ادخال فترات هدوء تتيح للحكم ارسال الفرق الى مناطقها الدفاعيه زعما جو بونس ديك 5 سكوند اللي كيشربوا فيها الماء ولا لا ولا في وسط اللعبه دي زعما في ثم كاينه حارس المرمى 8 سكوند وفي حاله فاتها كتعطى الكره للخصم المنافس هذه مزيانه سمعتها فخر الدين اش هي 8 سكوند الكره في يد الحارس 8 ثواني الا فاتها الكره كتمشي عند الادفيرسير زين شويه هادي داخله في بحال بدينا شويه ديال الباسكيت والهوند ولا ما عطيتش داكشي زيد تغييرات اضافيه بغير الخمسه اللي كاينين 11 لا تبديلات اضافيه في حاله شي واحد تضرب الله يستر هادي كاينه من غير الراس بحال داك السيد ديال فرنسي بحال دابا بعض مرات دي بلوسور اللي كيكونوا بحال دابا الركبه وهذا شي حاجه خطيره يقول لا علاش دخلوا الصدمه في الراس علاش يدخلوا الراس امونير وماشي غير شرط الاتباع ديال البروتوكول لان كاين واحد البروتوكول عند لي ميدسان عند الاطباء ديال مثلا كيشوف اللعاب واش واعي ما واعيش كيديروا لهم عندهم دي تيست عندهم دي تيست عاد ديك الساعه اللعاب يتشونجا وخارج واخا زيد واخا هذه هي ماشي شي حاجه الالزاميه ديال البروتيج بمعايير معينه ما كاين مشكل يمكن يبدلوا لهم داك البروتيج الصغير ويوريو له كيدير بغاو يديروا الكبير افاك ماشي بغاو يديروا الكبير هو نورمالمون راه خصك دير هذاك نورمالمون لا ولكن دابا حيت كتشوف هذوك البروتيج القانون رقم 12 هو اللي هضرنا عليه ديال اي لمسه يد ضربه جزاء ثم قال لك عند تنفيذ ضربه جزاء خاص طريف من الكره يكون محطوط فوق هذيك النقطه البيضاء
لا بدا على كاين كي يحطاش حيت دابا كاين اللي كيقول لك حطها فوق كيف رد عليك الحكم بعض المرات كيقول لك خصها تكون كلها ف غير يكون عندها اتصال ب... اذا تقدر تجنبها واحد شويه. وستدخل التعديلات حيث تنفيذ فاتح يوليوز واعطات الفيفا للاتحادات تقدر تجرب قبل فاتح يوليوز اذا كانت المنافسات غتبدا قبل والا كانت من بعد تخليها حتى من بعد. لا يا سوا سير سيرتا غادي تجرب غادي تدخل في حيز تنفيذ الا كانت شي مسابقات سوا سير سيرتا. اش كاين في جويي هاد جويي هذا امتى دخلت حي التنفيذ فاتح جويي 2024 اذا اول على الا كانت شي حاجه غتبدا الاورو كوبا لا الا كان قبل ما غيكونش ولكن سوا سير سيرتا من بعد غيكون هادشي. هاد القانون بالنسبه لنا حنا كمغرب لان حنا داخلين في هاد التعديلات فهاد الشيء انا اللي عجبني هو البينالتي. واش غتنقص لك شويه ديال البوليميك ديال راكي كان شوف انا اللي عجبني بزاف هو لمسه يد خلق مشكل عالميا. دابا باش نكونوا شويه واقعيين لا هما ولا حنا غير حنا هما كيتقبلوها بواحد الشكل حنا ما عندهمش مشكل اين فوا الحكم حتى ولو كيعرفوها ميم لي سبيكر تيقول لك يا با بينالتي حنا هنا لا حنا باقي كان كاين اللي كيقبلها كاين اللي ما كيقبلهاش وكتدي لك شحال ديال الوقت وتمشي للفار. شوف انا تكاد دابا لا بوليميك اللي وقعت الماتش ديال الفار وطنجه هذاك البينالتي الاخر ياك دابا هذيك هو اللي بغيت نقول لك ماشي هذا ما بقاش نقلب على ما تبقاش ديك ليزيتاسيون. الموضوع الاخر اللي جاي لك هو اللي عنده علاقه ماشي بهذا الماتش باللقطه حيت لا هو لا الماتش الاخر اللي كان فيه حتى هو بوليميك ديال الرجاء واسفين ان تعطات غير زاويه واحده ديال الرؤيه ديال الرؤيه وغتكون مجحفه الا حكمتي قلتي راه كاينه ولا ما كايناش داكشي علاش حنا نبقاو. عرفتي شكون هو لو نوفو باترون ديال التحكيم في تونس؟ شكون؟ ناجي جويني معروف هذا هو اللي حكم لك الماتش ديال المغرب والزاير في اييه ناجي جويني كان هو لو باترون ديال التحكيم في قطر ودابا دخل تونس في 2019 اعلنوا في قطر انه نهايه عهد الحكام الاجانب اللي هو القطريين من 2019 لدابا وكان السبب ديال التكوين من طرف ودابا محاضر هو فيفا مزيان مزيان رجع لتونس باش يشرف على التحكيم في تونس مزيان عرفتي التقديم ديالو لا التقديم ديالو بعدا في ندوه صحفيه كوم كوا المسؤول الجديد على قابلوه مع الصحفيين مع الصحفيين باش يسولوه سولني نسولك اش كاين اش كاين ما عليناش من بين ابرز القرارات اللي خداها هاد السيد هذا بعد الاجتماع ديالو بالحكام تونس عندهم مقبلين على البلاي اوف ديال البطوله قال لهم الفار غيكون في لي ماتش ديال البلاي اوف كاملين لو مينيموم ديال الكاميرا هو 12 يلا باش نحيدوا كاع داك 12 قال لهم لو كاي تشارج اللي بيننا والبروتوكول المعتمد ديال الفار فيفا لو مينيموم هو 12 غادي نديرو 12 مزيان ناضوا اصوات القنوات الوطنيه راه الامكانيات ما كاينش الله يجعلو تلعب ماتش واحد في النهار 12 كاميرا نجمعوها ونديوها الماتش الاخر وتمت البرمجه ديال الماتشات على هذا الاساس انه كاين ماتش في النهار نهار اخر عاوتاني كاين فيه جوج ماتشات واحد في هذه المدينه واحد في هذه المدينه غير واش هادشي غيطبق ولا لا غادي تطبق على اساس قال لك باش حتى المبدا باش حتى ملي نخدم الفار يكون عنده ذاك الفار اللي على قبله دوك المبادئ اللي على قبلها جا الفار بغيتي كاع دوك اللقطات وكاع الزاويات يكونوا خدامين كلشي الزاويه يكونوا خدامين وحتى قال لك اللي اتخذ فيه قرار قال لك راه الحكم بشر يقدر يغلط ولكن الاله والصوره غادي تنقص من صافي مزيان واش ما كتشوفش من ما حد كتهضر على لا تونيزي على على هاد البينالتي ديال اي ماشي لا ماشي طنجة زعما واحد من بزاف واحد من واحد عدد كبير ديال البينالتيات اللي كيوقع فيهم مشكل هنا يقدر يتعلن في الجهه الاخرى ما يتعلنش كتقول القرار ديال الحكم ديال الفار هاد القضيه غتهني هذاك الحكم ديال الوسط اي فوا غتبان ليه ما باقي كاع يتسنى هو الفار حيت تعطى القرار على انه اين ستيد كما كانت بينالتي هذا هو اللي كاين منير حنا باقيين بعاد على هادشي واخويا حنا ما بعاد والو حنا الحمد لله كنقولوا صباقي اللي غير تعطى واحد الخدمه خالد هاد الحكام نعطيو الناس سميتو حنا دابا المشكله اللي كاينه هو فقدتي الثقه ديك الثقه اللي كانت واللي كانت متبادله بقات غادي وكتفقد
شاك ماتش شاك اني والامور كتهبط، حيت هادشي ما بداش بهاد الحده، هو بدا تدريجي. ومني بديتي انت كتعطف فواحد الجهه وكتعفط فواحد الجهه، انت دابا كتخلص لي بوكاسي. زوين هاد لو جو دو مو اللي درتي. اه بيان سور اللي كتعطف وكتعفط. اه هادشي اللي كاين نفس الحروف. اه كتقلب عطف وعفط. اه وهادو كتخلص لي بوكاسي. تمني بكيتي كتقول انا هادي شي نهار كدير شحال هادي نهار دون نوضو ونوصلوا لهاد المباراة المؤجلة اللي ما بغاتش تسالي باش تحيد، واللي كتهضر عليها انت ويهضر عليها العام وكل شيء، فريق كاين هنايا وما غايلعبش، فريق عنده ديبلاسمون حتى لواحد الوقت وما غايلعبش، راه هذيك كل اوامر، ما حدك انت باقي جالس، وما حد هذاك اللي كيترأس الله يحسن العوان عنده حتى هو داكشي ديال التليفون وندير بلوجي الملحة والقهوه والكفته ولا ما عرفتش غادي دير، كتبقى غادي بحال هكا. ولكن النهار اللي غادي يوليو عندك ناس مستقلين وبشخصيه وبكاريزما وكياخذوا قوانين ودايرين الكره، غادي تولي هادشي. هذا هو اللي كاين. التحكيم راه ميم شوز، بقينا غاديين غاديين غاديين، هنايا بينانتي هنا ماشي بينانتي، هنا خطا هنا ماشي خطا، هنا كارتو روج هنا ماشي كارتو روج، وبقيتي غادي بقيتي غادي 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 غادي. انت دابا فين طحتي؟ يلا دابا اي حكم دخلتيه قبل ما يدخل قبل كياكل العصا. احتجاجات دابا واحد القضيه خصهم يمشيو ويديروا اجتماعات مع اللاعبين والمدربين، الهدف ديالهم شنو هو بعدا؟ الله يرحم والديكم ها العار، راه خصكم تعاونوا معنا، راه خصكم تحترموا هاد الضابط، راه شي عطى الله والسوق. دابا ولات واحد الدائره خطيره، حكم داخل من الفيستير خارج كيصفر الانطلاقه ديال المباراه، اول حاجه كتوقع هادي اللي بغاو يديروا هما ايفونتينو، راه يمكن راه شافها عندنا حنايا، حنا راه دابا ولينا كنجيو كنعطيوه لو سين ديال الفار هي الاول، كنقولوا ليه سير دير هكا، كاين اللي كيقول لي سير شوف راه خالتك جات من الحج، كاين اللي كيقول لي سير خلص مول بيسي راه كيتسال، كل واحد كنسمعوا اش كيقول لي ما عرفناش كيقولوا. جوقه كاينه شي كيدير بيديه، ها شي كيقول لي السينما، شي كيقول لي وحنا غاديين بحال هكاك، شي ناس شي الفوضى هادي راه هي اللي غتعطيك هاد لو ريتم ديال هاد الشيء. ونولي انا ما قابلش اي حاجه درتي تعديتي عليا، بينانتي ترى كاين في دقيقه 95 في الاسبان وفي الانجليز وفي المغرب ممنوع دقيقه 95، اكل اللي كيرجحها تيكون حشومه. عمرك سمعتي هذه؟ وكانت في الماتش ديال طنجه ولي فار راه حشوم ولا شي كارتون روج في شي وقت ما بغيتش نخسر الماتش. راه الشيء هذا الشيء هذا غادي يعطيك هذا الجو اللي كنعيشوه دابا حنا، واللي كيعيشوه جميع الجماهير ديال الانديه المغربيه، وكلها على فواحد طريف. وحنا دابا راه كنتكلموا ما تنساش على قسم وطني الاول، وحيت الماتشات مطولين، راه ليا دابا خذ الكار وهبط ليا دابا الدوزيام ديفيزيون الهوات، وسير لي مع الناس وسمع هادي غيعاودوا لك هادشي. راه موني راه سمع الناس اش غيقولوا، وسير تبع غير الحكام ساكن اللي كيديروا هاد الماتشات تا هما تيتمحنوا الهوات اش كيسمعوا قبل ما يدخلوا، تا هما كيتمحنوا تا هما كيتمحنوا، راه كاين ولاو الحكام دابا كيدخلوا الماتش كيتعايروا بهادشي اللي واقع. وييه وراكم معروفين وراه على التارك واش تاي دابا واحد ولا جوج ولا ثلاثه ولا جو سي با، انا كنت كنغلط وكنجي انا ندخل انا ما بيدي والو، ان جون باغي عندي الثقه وباغي نخدم وبدا سمعت انا الهضره، حتى واحد باغي يعاونني. حنا راه قبل ما ندخلوا في هذا القانون ولا في حيد هذا القانون، الا قدروا الناس يجلسوا ويديروا اجتماعات وياثروا اللاعبين وياثروا المدربين ويقول لهم اودي الله يرحم والديكم هذه اللعبه راه حنا كنا مسؤولين عليها ولا بغينا نتعاونوا، ما نلصقوش في واحد ولا راه خصنا نحاولوا كيفاش نديروا باش نعاونوا هذاك الاربيتر نكونوا معاه اسمين. دابا راه ولا عندنا واحد المشكله منير كنعيشوا، راه انت كتفرج راك غير كتجلس كتشوف اي دابا اي خطا كيدار الا وكدار عليه واحد اجتماع، داك شيء خطير، البون دو توش واقف، الاحتجاجات لداخل، البلاغات كي قلت لك انا داك لو سين ديال هذا كاين اللي كيجي
كاين اللي مطور تيقول العابه ديالو عاكلسو زعما راه هو كي وراه باقي انديريكتومون تيقول له عاكلسو وراه غادي يمشي وكيقول لهم سكتو راه كيهضر مع هذاك الشيء راه ولا بحال عطي واحد المنظر راه ما يمكنش لك عرفتي شتا في لي بونتوش ولا لا في الفرق اللي دربتي كاين واحد المرات كيكون عندك شي مسؤول اداري شي واحد دوك بين قوسين الحريميه ديال القانون وديال الحوارب وداك الشيء يقول لكم اللعابه والمدرب انتم جلسوا حنا خليونا حنا خلونا حنا نديروا البريسيون على ولات عندنا الثقافه هذه إيه؟ دابا ولات هضروا انتم نوضوا ديروا بريسيون على الاربيط والمشكل هو لا نجني الا هذا الشيء صافي بلا ما تحاول تقلب على شي حاجه اكثر انا عطيتك مولي حتى دابا جبتي معايا القانون جبتي معايا ديدا لاتينيزي جبتي معايا راهي ما كناش غادي نتحاماو كاملين انا ما نقدرش نجي للراديو ونبقى شاك فوا نحمل المسؤوليه لواحد الشخص معين راه غادي نكون كندير شويه حشومه عليا غادي نكون جربت في حق الناس كاين شي حوايج في خر الدين اللي كدار نتوما واللي كتجسد القضيه ديال عدم الثقه الغلط نتوما هاد اصحاب البدله السوداء تربينا معاهم وعشنا معاهم ولعبوا لينا ولكن اتونسيون راه غير هذيك الوقت في غياب الفار والاحترام اللي كان شويه ودوك الناس اللي كانوا لاج ديالهم وهذا اليوم هاد الحكم اللي بغيتي تعاونوا ونعاونوا البطوله ديالنا ونديروا راه حتى حنا خصنا شويه نزيدوا في الثقافه ديالنا الكرويه يولي شويه ديال الاحترام متبادل ولكن حتى الجهاز المسؤول يعاون ولا فينا هو الجهاز المسؤول الا سمحتي لي فخر الدين على الجهاز المسؤول منير كما قلتي ودائما كنا كنتكلموا عليها انا لا انا كنتكلم على المنظومه ديال التحكيم كنتكلم على الجهاز ديال التحكيم الجهاز ديال التحكيم كنهضر على الفيدراسيون ديال العصبه انا هضرت على الجهاز ديال التحكيم بحكم ان هذا الحكم كيفاش انت المغال ديالو جاي من خدمه اخرى باش يدير التحكيم انا بوغ مو يتقنن ويدار له واحد الصالير اللي محترم ويولي حتى هو خدام بحال اللاعب محترف فوالا شحال غادي يدوز التحكيم؟ انا شوف المده اللي غيدوز مهم يكون سيدي هذاك المبلغ المحترم يقدر يعيش حياته كامله علاش؟ ما داروهاش الناس اللي في العالم في الكره اللي هما تبارك الله كتلقي كنقول لك انا كيجي واحد طبيب وكيجي هذا وكيجي هذا وغادي ديرها انت في لا ولكن كيفاش انت خرجتين جاي انت من وخدمه اخرى؟ راه ما داخله مشاكل ديال التحكيم وعندك مشاكل ديال الفلوس ما كاينينش بزاف شوف العمل ها هو هنا بحال واحد عدد كبير ديال لي زاربيتر ما غاديش تجي دائما وتقني هذه القضيه اللي كتقول انت وعندك واحد ما عرفت الا جمعنا ما بين يعني من جميع الفئات من لتحت للفوق بزاف ما سي با فاسيل لا ما يمكنش هو اللي كاين انا كنشوفها هكا شوف لا ما يمكنش امبوسيبل ما برا ما تكون اللي كاين العمل راه هو بوحدو حنا اللي غادي نوصلوا ليه هو الاحترام الا ما دارش واحد الميثاق ديال انه نحترمين ونحترمك والغلط راه كاين دابا كنقول لك انايا راه انعدام الثقه راه هو اللي كنهضر لك عليه دابا انايا وهذاك انعدام الثقه كي غادي ترجعيه كي غادي تجيبي انت هذا انعدام الثقه كيفاش يلا كي بغينا نديروا حنا غدا بعد غدا ترجع الثقه للبطوله ديالنا والحكام ديالنا والسيروره ديال الماتشات ديالنا وما يبقى حتى واحد يتهم شي واحد ما يمكنش هادشي راه غادي وتيكثر غادي تيكثر بزاف غير كيتوقع شي غلط صافي كتبدا الخلفيات تيطلع الفار تحكيم الفار ما بقاش خطا تحكيم الفار ما بقاش كياخذ قرار ديال الى عقلتو فاش يلاه بدا الفار الناس خدات قرارات في واحد الوقت وجيز الى عقلتي يا مولاي ترجع شويه للوراء كنبدا بكاس العرش الى عقلتي 2019 ما بقاش دابا القرار ولا بحال كتقولي انت يا الحكم هز واحد الدخول على الكتاف ديالو تيشوف ومعهم تيقولوا لي ها هي اللقطه وتيرجعوا للوراء تيبداو اونتر ليزيتاسيون خاصو غير يتاكد هو زعما راه ماشي شكون هو الحكم خاصو غير يتاكد لا ولكن في البروتوكول راه خاص يعيط عليه اللي في الفار وي ويقدر واقف هو الحاله فيها الشك والناس دايرين به والاخرين ما معيطينش يا ربي عيطوا لي شنو كيقولوا اش كاين كاين ما كاينش وانا كتبقى على الشخصيه ديال الحكم عاوتاني كيفاش دايره وما عرفت عاوتاني انت راه كتولي من بعد بحال قلتي الشريه لا راه انا شفت ولكن هما ما عيطوش ليا ولا راه الاخرين شافوا راه كنا كنعيطوا ليه هو اللي ما بغاش يجي ايوا صافي خلينا عطينا واحد الفاصله السعب الهادي الله يجازيك بخير على امل ان يتقاد هذا الشيء من المظاهر ديال انعدام الثقه هو انه راه مسؤول كيقدم استقاله هنا بدون بلاغ بدون اي حاجه وكيتعين مسؤول اخر بدون بلاغ بدون اي حاجه شيء غادي عليه خليك دائما في المعادله اللي كنعطيك انايا اللي هي البطاطا لا واحد زائد واحد تساوي اربعه صافي
فاصل ونواصل. انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شاده اف ام. لا سمحتوا لي سيف خير الدين وايمان نتفاعلوا مع التعليقات ديال الاصدقاء ديالنا. عز الدين بوزيان كيسولك. اي مرحبا. هو اول واحد وكيعطيك سؤال دغيا. واش غدير؟ قال لك سول لي سيف خير الدين واش تتجي هذه القضيه حتى هي عاديه ديال انها ثلاثه المدربين حتى الان بدون عمل هناك، زيدان ومورينيو وكونتي، ولا انهم كينتظروا شي فرصه في السعوديه؟ مورينيو كان خدام وما بقاش. لا بلاتي كاين فرق، مورينيو كان في روما، زيدان يمكن كاين شي حاجه، وكونتي يمكن كاين شي حاجه كيقولوها ما عرفت، يقدر يرجع يخدم. كونتي لا ميم شوز توا مع القضيه ديال السيليكسيون مع هذا، وكان في الانجليز، هادو مدربين. زيدان هو اللي باقي معطل شويه. اما بالنسبه لريال مدريد بالنسبه لي كونتي وسميتو ومورينيو خدموا. مورينيو كان يعر هاد السنه راه كان خدام مع روما. ايوب تحيه كبيره لكم من ستراسبورغ. ايغ سويت الانترفونسيون ديال بارادو اللي قلت لك، راه كاينين بزاف ديال لي جوار بحال بن سبعيني اللي كاين في دورتموند، وتحيه كبيره للسيف خير الدين. الله يبارك فيك. وجبت انا غير اللي عقلت عليهم حيت ما تبعتش. اخي منير وايمان وفخر الدين مرحبا، وحبك فخر الدين احبك. احنا ما كيحبناش، احنا قالينا السلام ماشي مشكل. والله كي اخي منير وايمان مرحبا، فخر الدين احبك. كل واحد ومن عطى الله وصافي. اسامه شكري السلام عليكم اخي منير. لا واحد كيسولني سؤال صعيب سي اسامه، والله ما عرفت القضيه فين وصلت ولا فين حبسات. قال لك دير هشام العمراني مع عبد الملك العزيز، غادي تحل ان شاء الله. عرفت والله انا كنقولها لي حيت انا وصلتني بعض الاخبار. باقي ان شاء الله خير. باقي ان شاء الله خير، غادي يكون خير ان شاء الله. سيموني الجامعه انتدبت مدرب فريق ومستشهر من فريق اخر، هل الفرق الوطنيه اصبحت تحتضن الجامعه؟ القضيه ديال انتدبت مدرب من فريق ماشي اول مره، غير هو كاين واحد شويه ديال بحال مثلا نعطي لك ديال الماس. الا انا خديت فخر الدين كان هو المدرب الماس، غنديه المنتخب الوطني. ايه واش الماس تقدر تستافد من ذاك الحق ديال تمشي تجيب شي مدرب اللي واخا كان في فريق هذا العام؟ نعطيها هذيك لا ديروغاسيون. فوالا الجزاء هذاك ما كايناش هذه في المغرب. ولا دويتي ولا الواجب الوطني راه فخر الدين. واش جابوا التونسي؟ جابوا التونسي. ايوا مزيان. جابوا التونسي. كون كان كنظن الخيار ديال شي واحد اخر ما كانوش. ما عرفت والله اعلم. اما القضيه ديال المستشار اخويا شنو غنقول لك؟ سمعت بزاف ديال الروايات، ما بغيتش نغلط في شي معلومه. كاين اللي كيقول لك لا المعني راه هو اللي بحال قلتي بريستاتير وداك الشيء. ف باش من مباراه البارحه العين ضد النصر السي عثمان هضرنا عليها، تالق سفيان رحيمي وي. سي العبداتي تحيه لك اخويا. سي منير في نظري التكوين كفكر وفلسفه خاص يتوقف. علاش؟ شكون؟ التكوين خاص التركيز فقط على الصقل. اييه لان الصقل يقتصر فقط على المواهب. الصقل زعما ديال صقل مع راسك، عكس التكوين الذي يسري على الجميع ولا يمكن للجميع يكون كويري. لا 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 السي العبداتي التكوين راه ماشي صافا غير عندي. انت كتدخل كلهم الانديه ولا الفرق عندهم دي زيكول ولا عندهم دي جون وعندهم هذا، وكل واحد على حساب شكون هو اللي كيقدر يبرز يوصل لكي بريمير. هذا هو العمل اللي كاين. ولا كاين هادشي خليني دابا من اونيفو ديال المعموره وداك الشيء. انا كنتكلم لك اونيفو ديال ليزيكيب يعني العادي. جميع الفرق تتوفر على مجموعات هال المينيم هال الكادي ولا الفئات، الفئات الصغرى. كل واحد شحال داير، كاين اللي داير جوج، كاين اللي داير ثلاثه، كاين اللي داير هذا، وهما كيلعبوا جوج كنا هو اللي كيوصل للفريق الاول. حميد العزوزي نيبت لاعب كبير اصبح مستشار رئيس الجامعه. كان لا دابا محاش اين دوره في الاستشاره وحتى هو؟ لا لا انا كنظن بان نور الدين محاش بقى في باقي عنده ذاك لوبوست. ولا هضرت على نيبت راه ماشي غير هو نيبت عزيز بودرباله. هذه القضيه ديال الاستشاره ما نعرف. كان عضو جامعي في عهد علي الفاسي الفهري. كان عضو المكتب الجامعي. عزيز بودرباله كان عضو المكتب الجامعي مع القجع. دابا الرحيمي للاسف ما لعب حتى دقيقه مع الركراكي. والسي محمد منصور الى شاد نتمنوا خير. نتمنوا خير. نتمنوا خير. ادرار اكادير السلام عليكم سي منير سي فخر الدين اخت ايمان. واخا سيدي ادرار تبارك الله عليك.
سي حميد، بداية الجامعة شفافة اللي شافها يقول الفيفا هذه، ولكن بناية الجامعة شفافة ولكن داخلها مغلوقة، ودي ديروا ناطق رسمي للجامعة وانتم غير تواصلوا مع راه كاين ناطق رسمي باسم الجامعة ولكن وهل في علمه كل شيء؟ ثم هل مسموح له أن ينطق في كل وقت؟ لا ما يقدرش، وخصو القرار يخرج مع المسؤول الكبير. وانتم غير تواصلوا مع الإعلام وغير كذبوا علينا غير تواصلوا. لا الا توصل عاوتاني الكذوب، حيت الا كذبوا عاوتاني غادي تجي تشدهم تقول لهم راه كذبتوا علينا. سيمون الحمد لله مراد بطنا رحيمي سعدان حريمات بطنا راه بلاصه وقيله مشات الكره مع فخر الدين ولاعبين القدامى. لا 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 بالعكس الله، لكن وليدات جايين خاص غير التهلو. مع الاسف اريد التكلم معكم لكن الخط مشغول، مازال ما فتحناش باقي ما فتحناش خويا عثمان. هو هادي بغاهم عيط لك من دابا باش يشدك. واخا سي عثمان عقل عليها بلادي. فخر الدين مع كامل احتراماتي ما عندكش مع آمين. كمل كمل السي انس، ما عندكش مع ماذا؟ البطاطا ما كملش هو، ولكن عرفت اش بغى يقول. واقيلا خالد صادر لا عندكش مع اليوسي. السلام عليكم، 9:30 ل 11 صباحا ومساء. الا مساء انا اليوسي شمن 9:30 كيفاش على توقيت رمضان؟ رمضان السلام عليكم. عندك منير عندك؟ لا لا من 9:30 ل 11 جلال باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي لك أخي الكريم الأستاذ فخر الدين الرجل الطيب. الله يكثر خيرك خويا. والأخت الكريمة. شكرا. برنامج الشيق أخوكم أمين من رين الفرنسي. الله الله. تحية لك. تحية لك خويا بارك الله. رحيمي يزيد الضغط على جامعة القجاع. أدي دخلوا هذا الشيء الله يرضي عليكم، بعدوا من هذا الشيء والله لا بعدوا منه. راك تزيدوا عليه الضغط حتى هو. لا ما حتى أنا هو حتى هو. أنا سمعت عليه العين من الدوري السعودي. حاطين عليه العين ما كاينش. هو سي نورمال هذا السوق غيكون تما سميتو. واخا نكمل التعليق، بركه من البطاطا، ديروا طاجين سبع خضاري، ظلم اللاعبين هو اللي مخلينا ما كنديوش كاس افريقيا، ديروا العداله الكرويه واللي يستاهل المنتخب يلعب وتشوف واش نديوها ولا لا. انا راه غناخذها واحد الجمله كانت قالتها لنا مريم واجي واحد النهار، قالت لك راه كاس افريقيا خص حنا اللي نبغيوها. كاس افريقيا هذه هي تبغينا. سؤال واش حنا كنبغيو كاس افريقيا ولا كنشوفوا فيها من الفوق؟ والهضره على كاس افريقيا بحال غتمشي تضرب دويره وتجيبها. لا المنتخب غيمشي وغيجيب كاس افريقيا وغيجي. لا فخر الدين تحيه لك بارك الله فيك. فا فيغ لو ريسك ازول في اللون جيسبر كالله اون سيجور بيني اون سيجور بيني مي باردونرا انسي كافو. ايوا علاش قال لك فرنساوي؟ اه دابري غيوم، حيت بالعربيه تقدر تفهم غلط. دابري غيوم الله يسامح الله يسامح سيدي ازول في اللون. دابري غيوم دابري غيوم مسيو فخر الدين اسكو ليغور اي توجور اومان؟ اه بيان سور الله يديو ليغور اي تيمان. اليوم الحمد لله ضد بونو وقيل الحمد لله بوحدو بونو يمكن ما كاينش. بونو ما كاينش باسكو كاينين خمسه ديال الاجانب. يستاهل الإقالة حيت خرج على المألوف ودا كأس إفريقيا الشرعي. يستاهل الإقالة حيت خرج على المألوف ودا كأس إفريقيا، كون ما داهاش كون باقي مدرب المنتخب. سياسة الفاشلين المفشلين والله لا تفروه. سي حميد ماشي ماشي بهذه الدرجة. أنا راه غير الناس ما كيطرحوش الأسئلة المعقولة. السيد دا كأس إيه السؤال واش واخا دا الكأس المنتخب كان غادي مزيان ولا لا؟ الأمور واش كانت غادا مزيان؟ ثم في حالة كانت غادا مزيان ولا لا؟ واش هذا هو التوقيت للتغيير؟ واش كان تجاوب؟ واش كان تواصل؟ حيت دابا دابا انا واحد الحاجه اللي كتقولوها ديما وما بغيتش تفهم ليا، سكو كتقولوا يعني اي ناخب ولا اي مدرب كيمشي على النتائج. دابا الشرعي جاب النتائج، هي ما كانش كيقنع بلو ستيل دو جو ديالو كيفاش الافكار ديالو يعني تكنيكمون، ولكن كاينين النتائج. وراه وحيد كان عنده النتائج. ايه شنو المشكل ديال وحيد؟ دونك نفس المشكل ديال الشرعي. لا ها ها كله ادم ازنو ونديروها بواحد لا كومباريزون مع واحد ادم ازنو ادم ازنو مع سعيد شيبه باردون الاخر ديال بايرن والله انا نقدر نلقاوها لي مبرر مستقبلا. لا لا بلاتي نقول لك شكون الاخر اللي في باير ودوش منير قول لي شكون في باير خليني في باير منير. لا كان معاه كان معاه كان واحد لو جوور ما بغاش يعني ما كانش موافق عليه الشرعي. خلي الاصدقاء يقولوا لنا شكون
رحيمي ودوش ودوش سيمولين راه لاعب دياز غير صالح افريقيا. الله عليك افريقيا خويا. فهمتي اللي شدني شدني في الله ولكن ماشي مشكل الايام طويله. رحيمي كان رائع جدا ديال السيتي الحارس اللي كان في ارسنال تعذبوا البارح بزاف ما عرفوش فين يشدوه. لا لا حسن انا تفرجت كان ايغال لويميم شرعيه رحيمي المجتهد في المنتخب لا تناقش دودي. الله يعطيكم الصحه اللي وجد عيط عليه الناخب الوطني واخا يكون كيلعب في تنزانيا وي اللي وجد واللي صالح مزيان اللي صالح اللي مزيان ما يقولش هاد لو داك الوليد عزيز عليا وما تحملوش يدي اللي ما وعيط ليه يعطيه فرصه ديالو. المهم زعما الاسبقيه للاصلح. على اي تحيه للاصدقاء ديالنا الساعه الثانيه باستوديوهات شهاده اف ام بعد الفاصل. الدوره 19 من بطوله القسم الثاني والصراع على الصعود لازال متواصلا. كوديم كوكب المراكشي والاخرون. انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شهاده اف ام. تحيه للاصدقاء ديالنا. قبل ما ندخلوا لمنافسات بطوله القسم الثاني في الدوره ديال هذا اللي تجرات نهايه الاسبوع الماضي واللي هي الدوره 19 نكملوا التفاعل مع التعليقات ديال الاصدقاء. الله يحفظك السي حميد شكرا. لاعب سميتو اونزا شكون هو هذا اللاعب السي حليم؟ تمكن أبو خيام من إحراز الميدالية الفضية المؤهلة للأولمبياد بالعمل الكبير الذي تقوم به جامعة السيرف تحت المنهجية واستراتيجية المد والجزر. وحيد الاستراتيجية مفهومش مسؤول إلا بغى يقولها. لا وبعيدا على هذه القضية ديال الاستراتيجية كاين بعض الرياضات اللي في المغرب بعض الرياضات اللي كتبقى رهينة بعض الأفراد ديالها مثلا أو لا تجي شي مبادرة من الفوق لتعزيز كيف وقع مثلا مع رياضة جيتسكي اللي كان كيمارسها أنا ذاك الملك محمد السادس فاش كان ولي عهد فاش كان راه ممارس ديال رياضة جيتسكي. ونقلا على الصديق الدكتور منصف اليازغي في الكتاب ديالو السياسة الرياضية 1912-2012 فاش بد بعض المعطيات أن أنا ذاك ولي العهد الأمير سيدي محمد كان ممارس الجيتسكي في أحد الأندية وبعد تولي العرش وبفضل هذه الممارسه جيتسكي شفنا بعض النتائج ديال بعض الابطال ولكن مع كامل الاسف هذه المبادرات هذه اللي كتجي من الفوق ما كنستغلوهاش باش نبنوا بها شي حاجه مزيانه. وبعض الرياضات اللي كتبقى عاوتاني رغم كاينين الشواطئ وكاين داك الشيء ما وصلتش باش تكون شعبيه نظرا لاختلاف الامكانيات بينها وبين رياضات اخرى اللي ما كتحتاجش امكانيات كثيره. فهنيئا لبو خيام نتمنوا ان شاء الله تكون شي نتائج ايجابيه في الالعاب الاولمبيه. الحقيقه الفن مشى مع مواليه حقيقه ما كرهناش ترجع عقارب الساعه للوراء لكي نستمتع ولو دقيقه مع الزمن الجميل. ورما يقال حتى الرياضه غير للاسف الساعه رجعت والعقارب باقين في الرياضه وفي كره القدم. سي فخر الدين البطوله الوطنيه في القسم الثاني الدوره 19 النتائج هزيمة الراك أمام رجاء بن ملال 5-2 أكدوا ذاك النظرية ديالك ولا التصور ديالك ولا كيف كنقول أنا التخوف ديالك على قضية الراك تزداد أسبوع بعد الآخر. شباب المسيرة فاز على الوداد الفاسي 3-2 أولمبيك تشيرة فاز على الجمعية السلوية 2-1 الراك سبق لي ذكرت انهز من رجاء بن ملال 5-2 شباب اطلس خنيفره فاز على اتفاق المراكشي بواحد 1-0 كوديم الدفاع الجديد ديال الماتش اللي كان منقول 1-1 1-1 تفرشي فيه شفتي فيه شي حاجه شويه انا التعادل ديال ولا العزيمه اللي كانت عند النادي المكناسي طرفت لهم واحد الهدف كان جميل ولكن كان فيه الحكم اعلن على شروط ولكن من بعد تقريبا 96 ولا ما عرفت فين وصلت وتمكنوا واحد سجلوا هدف ديال التعادل كانت هيستيريا في داخل الملعب وخارج الملعب وسير لي غرادان يعني ملي كتشوف هذاك الملعب والجمهور اللي حاضر ما عمرك ما كتكلم على دوزيام ديفيزيون. انا ما شفتش الماتش كامل ولكن شفت واحد الطرف كبير. لا تشوف علاش لان هذاك الجمهور بكثر مولينا كنشوفوا الماتش هذا القسم الاول بلا جمهور جانا ذاك الجمهور ديال لا هو حاضر والنادي المكناسي دائما كان عنده جمهور ديالو سبحان الله العظيم كان حاضر حتى الملعب كيعاون الطريقه ديال البنايه ديال الملعب انا كانت كتعجبني ملعب اللي الجمهور قريب من 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 من, من الملعب الشرفي
يعني زوين، جا في واحد المنطقة داخل المدينة يعني قريب للناس تما السكان، هذاك الملعب كون تهز ومشى لشي بلاصة خارج مكناس بحال اللي وقع الفاس كان غادي يقدر يكون عندهم عذاب هذاك الجمهور ديال مكناس. ثم الكوكب المراكشي اللي فاز على اولمبيك خريبكا في لقاء القمة 2-1، ستار المغربي شباب بنقرير 1-1، وسريع واتزم كيفوز على الاتحاد الاسلامي الوجدي بواحد الصفر. الترتيب يعني بعد مرور 19 دورة وبعد تقريبا الفرق لعبات نقولوا الثلثين ديال البطولة، قل مباراة واحدة، قل ثلث 19 قل ماتش. نادي المكناسي في الصدارة ب 38 نقطة، والكوكب المراكشي كيستغل داك التعادل ديال الكودام باش يزيد يقرب شوية من بعد الانتصار. الكودام عندهم 38، الكوكب 36، المركز الثالث الدفاع الجديد 32، والاتحاد الإسلامي الوجدي 31. نقدر نقولوا هذا الرابعة الفراقي في انتظار وحماتش باقي، باقي الخير، باقي 11 دورة مازال. لا كان باقي 11 دورة باقي ملعوبة، ما تكلم معينا تتبقى خمسة ديال الدورات، ولكن كتبان الريحة من العصر. يعني تبان الريحة من جهة على حسب النادي المكناسي، على حسب المرور ديال المباريات. الوقت اللي بقاو 5 ماتش ولا هذا، نقدر نقول لك انا الحظوظ متوفره جدا عند النادي المكناسي. دابا حاليا ما نزربوش، نخليو دائما الحظوظ وافره لهذا الربعه ديال الفراقي جديده والاتحاد الاسلامي الوجدي. نزيد نعطي الترتيب ديال باقي الانديه قبل ما نوصل للمهددين. المركز الخامس ستاد 29، المركز السادس رجاء بني ملال 28، المركز السابع شباب المسيره أولمبيك خريبكا 26. حدود صعود أولمبيك خريبكا بعيدة؟ لا لا 26 حتى 36 لا ما كنظنش، ما كاينش، كنظن صعيب الحال. المركز التاسع شباب أطلس خنيفرة 25، المركز العاشر أولمبيك تشير 24، المركز 11 شباب بن قرير وسارع واتزم 21. دابا عاد غنبدا مؤخر الناس اللي البداية مع وداد فاس في المركز 13 عنده 18 نقطة. المركز 14 الاتفاق المراكشي 16 نقطة، وفي المركز 15 الجمعية السلوية والراك 14 نقطة. اتونسيون جوج جوج صعيب الحال، صعيب فاش بحال هادشي بحال دابا 14 نقطة بالنسبة للراك 14 بوا كي غادي دير باش تعاود ولا بغيتي تخرج من هذا على حساب النتائج؟ واش توصل 33؟ ديما كنقول لك انا واش 31 المنطقة اللي كتخليك آمن وتبقى في قسم وطني الثاني؟ هادشي كله على حساب الفرق اللي غتلعب معاهم واللي غتواجه. من تقدر تصوفي بقل من 33؟ أنا سولتك، أنا ما عارفش، دي فوا كتقدر تصوفي بقل من 33؟ أنا كتيك واحد نهار عشنا 38 على حساب الطابلو. هادي حسابيا على حساب الطابلو، على حساب الطابلو، ولكن فلسفيا واش اللي وصلت للقاع كيقدر يعاود وما البطوله ديالنا حنا ما كنثقش فيها، كتجي ديك الاستقاده ديال اللي ما كيفهم فيها حتى شي واحد شي حاجه. داكشي اللي وقعت مع ودوك البريمات اللي كيخرجوا الله اعلم واش هما بريمات، واش هو الحينات ولا اش هو كفته طنجه. كان شي واحد كيتخيل على انه غتعاود تصوفي اعلم طنجه كانوا دي زانغريديون اللي تجمعوا. المهم حتى دوك لي زانغريديون يقدروا يتجمعوا في هذا جو لعابه جا مدرب جمهور جمهور ديال حضر ديك الوقيته عاون بزاف، وحتى هذوك لي زوتر ايكيب اللي خلاو دوك اللي خلاو اللي ما كانوش كيلعبوا منهم جديده اللي كان حتى واحد اولمبيك خريبكا حتى واحد ما غطيه هي اولمبيك خريبكا. مازال اولمبيك خريبكا تما شويه كاينه الريحه مش جديده، جديدة كانت بعيده كاع حتى الدورات الاخر تقريبا جديده حتى الاخر محمد وطالب. على أين هذا ترتيب منافسات بطولة القسم الثاني أسفل ترتيب الجمعية السلوية وأراك 14 نقطة. الله يعطيكم الصحة، شكرا سي حميد، قال لك وجوه جميلة وقلبكم بيض شكرا وأفكار شيقة، الله يكبر بك الله يبارك فيك. ويقول فخر الدين أعطونا حقنا، هذا غرغيز محمد كما كيهضر هذيك النوبة والله أعلم. واش مازال ساريات المفعول ديك النوبه كاينه؟ قلتها شحال هذه كاين اللي ما تيقنيش راه 10 سنين دابا ومالها ما بانش كاينه انت
واش مازال ساريه المفعول؟ ساريه المفعول دابا كاع مؤكده مونيا. الفا العسكري سي فخر الدين هضر لنا على الجيش الملكي، واش هذه هي الجيش الملكي اللي كانت فوقتكم كتنافسوا معاها؟ لا خلي دابا ما ديرش الله يرضي عليك، ما ديرش مقارنات. واحتراما لكل جيل ديالو بالقوام ديالو كل شيء، انا صراحه ملي كتكلم على الجيل ديال الفاضلي وديال حميد وتيمومي وغريسي وانافلو وسميتو حليم دحان شيشه ولا حطاويه البرازيل الله يرحمه. شحال حليم عم قادرين؟ ها حليم؟ لا 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 حليم كان في جديه الى إيه دروه. لا حليم ديال عمرو ما نعرفه، كان في اتحاد المحمديه بات قادرين، لعبت هو ضدنا واحد الوقيته بات قادم شي، لكن هضر على 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 واحد وقت من الاوقات ديال فريق الجيش الملكي اللي قال لي هو واش دابا كاين فريق اللي صراحه انا كنهضر عليه بور لانستون تيقدم مباريات في مستوى، عنده لاعبين كيلعبوا الكره تيوصلوا للعب، عكس فريق الجيش الملكي اللي كان كيعاني واحد الوقيته من الاوقات، عكس فريق الجيش الملكي اللي كانت تهزات عليه لافتات على انه كفانا بانه 13 سنه بدون لقب. هذا هو الجمهور كان باغي في حاله الجيش. دابا حاليا فريق الجيش الملكي تيقدم مستوى مزيان، غير هو المقارنه ما بين هذاك اللي هذاك غير متكافئ. لا هذاك شوف هذاك الجيل، ماشي حيت انا غادي نقولها، يقولوها ترجمور ديال الجيش الملكي اللي عاشوا مع هاد اللاعبين، هذوك كانوا عندهم مستوى عالي وعالي بزاف، راه المريسه مونير في سميتو في لا ديفونس راه كلهم هادو في المنتخب، راه فاريا كان كيهز تسعود من فريق الجيش الملكي وكي اتونسيون تحيه لهاد الجيل هذا كامل، لانه صراحه ادى الشيء. انا نعطي واحد القضيه صغيره عاد جاتني دابا، يمكن واش الراي ديالي صحيح ولا غلط، الجيش الملكي بدا بهاد التركيبه بهاد النفس اللي رجع ليه دابا، دا كاس العرش هذه واحد العامين، البطوله العام اللي فات، انا كيبان لي الجيش الملكي غادي يولي هو في هاد السنوات المقبله وجهه ديال اللاعبين، غيوليو اللاعبين الا جاتهم عروض كثيره غيبدا يفضل الجيش الملكي الا جاتو عروض من انديه اخرى. فوالا مع هاد المشاكل اللي واقعه مع هاد الازمات، الا كان لانجور كيقلب على الاستقرار غيفضل الجيش الملكي، غيفضل فريق الجيش الملكي. وانا فين قلتها لكم هاد الشيء غيولي الا كان الاستقرار منير، كتفضل واحد الفريق اللي عنده مؤسسه وتن دونو لا مؤسسه غادي نعطيك واحد ستيلو وغادي يلعب على الالقاب، غادي نعطيك ستيلو ونعطيك ستيلو غتاخذو، انا نعطيك تليفون وتاخذ تليفون، ما غاديش نجي نقول لك انايا شي حاجه اللي انت ما تاخذهاش. صلاح الدين قال لي سيناريو 2003 2004 غيتكرر هذا العام البطوله رجويه ان شاء الله، ولكن سيناريو على حساب على حساب تنقيط عقلت على سيناريو 2003 2004 لا كنا هنا كورونا، لا 2003 2004 2003 فكرني ديال هي ديال كانت يا جور، لا وشنو كانت ليفار مع محمد، اييه كانوا لاعبين على البود لاعبين مع الكوكب في الدوره الاخرى، اييه الرجاء لاعبين خارجين القنيطره، خاص ليفار ما تربحش الكوكب وخاص الرجاء تربح وتسنى تربح القنيطره، ليفار رابحين بجوج لزيرو تل تمرك عليهم جوج لواحد تل اخر الانفاس، كانت واحد الكوفره ديال الكوكب المراكشي وطلع الجول ديك الساعه بن هنون، عرفت واش لعب عندك ولا لا؟ كان عندي طلع حتى هو وباركا الكوكب التعادل وصفر الاربيط نهايه المباراه. ولكن هنا اشنو اللي كان هنا؟ كان ان فريق كان متصدر حتى الاخر، ولكن بلاتي كاين الفرق انا كول افيران بزاف الحوايج انا راه عرفت الفرق، انا غير ذكرت بالحاله منير بغا يعطيه سميتو كاين فرق كبير الا كانوا الحقيقه الا كان غاتجيب هذا الريتم باش غادي الجيش، انا جو بونس لا اظن انها غتكون مواجهه وبالاهداف اللي كتسجل اللي نقولوا حنا المواجهه، لا خلي الاهداف سميت كايمان دابا هما اللي يقدروا يديروا الفارق. لا بالعكس الاهداف اللي كتسجل الجيش دابا راه اكثر من الرجاء، سكيفي واخا دابا يتلاقاو زعما يتساووا في لي بوان، لا ديجا قال المواجهه المباشره راه يمكن لصالح لا ماشي يتلاقاو زعما المواجهات المباشره زعما في الاعداد ديال لي بوت الا تساووا خصها تساووا في التنقيط واش فهمتي فوالا الا تساووا حنا كنقولوا الا تساووا في التنقيط راه كاين ديما ذاك لو بلوس للجيش. لا باقي لا باقي كاين واحد الفيراج باقي ما كاينش نقولوا دابا، كاين واحد الفيراج في واحد الدوره هو اللي يقدر باقي مازال البطوله والله اعلم. سلام سيادنا، واش البطوله اللي فيها 80% عندهم مشكل في الكونترول
ديال لابال الي باس ديما خاطئين، وكتهضر على اش كتسميهم لي فوندامونتو ديال ديال شي حاجه اللي في الكوره كنتي كتجيبها جايبها من الزنقه. مشكله عندك في لا فورماسيون، فوالا لا فورماسيون ديالك، ولكن هذا المشكل ما غتلقاش عاوتاني عند شي دراري اللي دوزوا شويه ديال لا فورماسيون. اللي جا من التراب وجا من دوك التيرانات اللي فيهم العقابي كيعلموك بزاف. فرنسا باقيين دايرين بعد التراب، دايرين تيرانات ديال التراب بالعاني باش كيدخلوا لهم الدراري باش كيحاول داك الكونترول كيكون صعيب، كيكون كلشي صعيب. عندك دابا حنا صحابك ما استفدناش من الزنقه، هذيك هي لا باز. حنا دابا من دخلنا الحمد لله وجينا لقينا واحد الارضيه غاديه مزيان كتزيد تمتع فيها، حيت هذوك الملاعب اللي كنا كنلعبوا فيهم حنا ملي كنا في الكارتي راه بلا ما نعاود لك امونير، خاصك الكونترول تعذب فيه، السونتراج كتعذب فيه، لا بغيتي تماركي كتعذب، وهذه كلها كانت خدمه وانت ما عارفهاش. اوكي من بعد وصلتي عليها؟ منين وصلتي من دخلتي وبغيتي توقع وتلعب مع لي جون لقيتي راسك. نختم بالسي حسن جولي، تحيه للسي حسن. الراي والراي الاخر ما كاين مشكل، مرحبا مالو. قال لك خويا منير راه كل شيء مزيان، راه غير انت اللي فيك المشكل. كتحتقر بزاف الجامعه، يلا خرجوا شي وحدين كيقولوا الجامعه تي جي في الانديه في الكرويله، يعني ملي الجامعه في تي جي في يعني كل شيء زين. ايوا سويت هو جاوبك. نكملوا معاك النقاش السي حسن بعد الفاصل، تفضل اخويا عبد العزيز. انتم دائما في الاستماع لبرنامج بطوله على شادا اف ام، تحيه لكل الاصدقاء وكل المتتبعين. رقم الهاتف للتواصل هو 0522 36 05 36. مرحبا بكم بدايه من هذه اللحظه، مرحبا بالاراء ديالكم بالتعليقات ديالكم، نتقاسموا معكم النقاش في حلقه اليوم. كمال فاضل، بقينا نحلموا بدياز بحال الحلم ديالنا بلامين يامال، تعالى هذا لداك. ايوا اللي كيحلم راه كيحلم. انا بالنسبه ليا وهذا رايي، يجب التعامل مع لاعبين بحال هكا يعني بشكل عادي. لاعب غيجي انت غتجيبو فين؟ واش غادي تجيبو باش غتجيبو باش يلعب في المنتخب ديال بلادو؟ بغى يجي تبارك الله، ما بغاش يجي راه ليس نهايه العالم صافي. ممكن للرياضيه في الملاعب الصغيره المعنكشه الاستعانه ببعض الاليات التقنيه التي تستعمل صناعه السينما وستساعد في تحسين النقل بشكل كبير جدا، لكن يجب الاستثمار في بعض الاليات اللي هي ارخص من الفار والكاميرات نفسها. وفي جميع الحالات السي العبداتي هو مشكل امكانيات ماديه، وانا بالنسبه ليا ارى العصبه الاحترافيه هي اللي خصها تسهر بتنسيق مع الشركه الناقله والشركه مالكه الحقوق اللي هي لايسينيرتي. العصبه هي مولات البرودوي، يعني هي اللي خصها مثلا يكون نقاش هالبرودوي ديالنا ها كيفاش بغينا يخرج منها عدد الكاميرات المستعمله ولتحسين الشكل وداك الشيء. راه حتى انا معاك اخويا منير، فهمني الناس اللي كيقولوا الجامعه في تي جي في القجاع ميسي بحال الخدمه ديال الجامعه مقتصره غير على المنتخب وفنادق خمس نجوم وداك الشيء، في حين الانديه في سكته قلبيه. لا، الجامعه هي الوصيه على كل ما هو كره قدم في البلاد. الحاجه الزوينه راه زوينه والحاجه الخيبه راه خيبه، ماشي الحاجه الزوينه راه هي ديالنا والحاجه الخيبه ديال الاخرين، كل شيء ديالك الزوين والخيب. ناخذ معنا اول متصل. عادل من الدار البيضاء. سي عادل من الدار البيضاء، مرحبا سي عادل. مرحبا، الله يكبر بك. اهلا وسهلا خويا عادل. وعليكم السلام. الله يسر مبروك عليك وعلى اختي ايمان وعلى الاخ العزيز فخر الدين. شكرا لك سي عادل. الله يبارك فيك سي عادل، بارك الله فيك خويا. وانا كبير ملي سمعت صوتك وشحال وانا كنقلب عليك ودائما كتشد لي. ايوا عرا الا سولتي غتلقاني. وانا ديما كنسول كاع ما كنلقى. شوف الا عندك شي مقربون ولا شي اصدقاء وتسول راه غادي تلقاني الحمد لله، ما عنديش مشكل. الله يكبر. مرحبا بك خويا. مرحبا بك. الله يبارك فيك، الله يكثر خيرك. خويا بغيت نسولك المشكل ديال الاولمبيك خويا، شنو المشكل ديالو؟ المشكل ديالو راك تعرفتي هو الاصل ديالو ماشي هو ديال دابا ولا ديال ذاك العام ولا هادي عامين. المشكل ملي كان الفريق في القسم الوطني، شوف المشكل ملي كان في القسم الوطني الاول وقعوا بعض المشاكل التسييريه، راه كنت عاقل على واقيلا احسن مني، انت غتكون واقيلا كتهتم بهذا الفريق مادام سولتي عليه غتكون كتعرف واقيلا احسن مني. كنهتم بها. الا كنتي كتهتم بها راه انت عارف اش وقع التغييرات ديال المدربين. انا كنقول لك شوف المشكل ملي كيكون من الراس من الفوق تسنى لتحت ما يمشيش، لانه المسير عنده دور مهم في الفرقه، عنده دور مهم. قد ما كان تسير الفوق عقلاني وكانت قرارات حاكمه وهذا،
كتخليني على انني نتجه لواحد المدرب اللي حتى هو عنده نفس التوجيه وكنتجه عاوتاني لنفس اللاعبين وغادي هكاك. ملي كتكون العشوائيه كتبدا جايه نازله من الفوق، نازله كتوصل للمدرب وكتوصل للاعبين. اشنو راه فارق 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 بحال اولمبيك خريبكا؟ حنا ماشي كان اي واحد يقدر يغلط وينزل، راه على حساب داكشي اللي كيتوفر عليه، الملعب، الجمهور، التاريخ ديال داك الفريق اللي هو كيشهد ليه كل شيء، اللاعبين اللي دازوا فيه، راه ما عندوش حق يكون في القسم الوطني الثاني، ماشي ما عندوش الحق، ولكن ما خصوش كاع يطول ولا هذا. هو من الاسماء الكبيره اللي كانت كتنشط البطوله وكان كل فريق كيضرب له حساب. السي عادي حاليا دابا 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 الله يرضي عليك، انا راه ما بقيتش كنبغي نسمع كلمه هذيك كان، خلي دابا خريبكا ديال حتى اللعابه حنا كنعرفوهم، لا انت لا حنا راه اصدقاء ديالنا ولعبنا معاهم تما. انا واحد الانسان اللي لعبت في التيران ديال التراب، انت واش حضرتي ليه ولا لا؟ واقيلا انت ما تكونش حضرتي. كان ديال الحسنيه، كان ديال الحسنيه، كنا كنلعبوا كنا خريبكا كانت كتلعب معنا في التيران ديال التراب في ديك الوقيته، التيران ديال التراب وهذا، والدراري ديك الساعه الغرف وحرشي وبزاف ديال الدراري تبارك الله اللي كانوا زعلانين. ما عليناش دابا، اليوم هضر معايا على دابا، واش دابا بحكم القرب ديالك من ديك المنطقه اللي فيها واتزام وفيها واحد عدد كبير ديال المدن الصغيره اللي كتجر بك، اللي عطات لعابه عطات لعابه الخريبكا، واش ما قادراش دابا حاليا تعطيك لعابه في ذاك المستوى وتكون كتناس في القسم الوطني الاول؟ هو دابا اخ فخر الدين، دابا انا بحكم انا كنتكلم مع شي اصدقاء، هما هذوك الاصدقاء ديالي هما تيكونوا اصلا داخل، يعني عندهم واحد العلاقه كبيره. واخا يزيد عطينا اش كيقولوا اصدقاء كلهم تيقول لك اي رئيس كيجي للنادي كيندم على الجا، ولكن علاش؟ وهذا هو اللي كنسول تنقول له، ولكن علاش هو ما غادي تقول لي غادي تقول لي التدخل ديال سميتو الجمهور؟ لا 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 ما انا كنظن بان مؤسسه، شوف مؤسسه اللي عارف مؤسسه بالمحتضنين ديالها بكل شيء لها، ما كنظنش اخويا عادل تقول لي الرئيس اللي كيجي كيقول غادي يندم. اسمح لي اخدموا الله يسلمك. شوف اخي فقط اقسم بالله، الا البارح كنت كنكلموا واحد الصديق ديالي نيت بار تليفون، هو ولد خريبكا، وبدا كيشرح لي هاد الحوايج، هو اصلا هو نيت هو فهاد الدومين نيت داخل النادي، ما بغيش نعطيك ما عليناش المهم عليه هو، المهم هو قريب بزاف وعارف الخبير. ايوا شنو هو المشكل؟ قال لك هو الرئيس الحالي اللي كاين، قال لك هو ندم، قال لهم انا ندم حتى شديت الرئاسه، هو دابا باغي يمشي، كان رئيس قبل منه تا هو قال لك تا هو ندم باغي يمشي. ما شي حويجات واقعين في هذاك الفريق، كلشي كيتعجب فيه، حتى في الخساره ديالو الحاليه في الكوكب. فاش جاو الجمهور بداو كيديروا اعتصامات على حساب هادشي اللي كنسمع، لان بحكم انا كن لا الجمهور هو في خريبكا عودنا على انه كيدير اعتصامات وكيدير تدخلات. عندك ما كيدير اعتصامات، ولا اعتصامات هو دار اعتصامات مجرد ما وصل المحطه او لا دخل المدينه دار اعتصامات ووقف، ولكن هو ما كيشوف شنو المشكل، يعني كاين المشكل كاين في لاسوق، ما كاينش في عندهم واحد عندكم واحد كلوب جا خارج شويه، كنا مشينا حضرنا ليه تما، فيه بيوت ديال الدراري فين ينعسوا. موفرين لي لا مشينا كنا درنا واحد الزياره تما ملي كنا في لا دي تي ان، عجبنا الحال، واحد المنطقه راك شويه ما عرفتهاش شنو هي هذيك، تتقول لنا انت تعرف احسن مني، فيها لي كوبليز انجينيور زوينه تمايا، وفيها ملعب وفيها هذا، كتقول كيفاش هاد المدينه ولا هاد الدراري ولا هاد الفريق تيعاني على اي كيعاني. نتمنوا خير ان شاء الله سي عادي. ونجيب لك واحد المساله اخرى اخ فخر الدين. مرحبا. ديغنيغمون فاش كان الفريق في القسم الاول فاش كان صافي غينزل، اقسم بالله العظيم والعواشر هذه، يعني ما عندي ما نزيد ما نقص، لان الناس قلت لك الناس هادشي كيقول لي الاخبار يلاه تقول بغاو يطيح. كاينين اللعابه كانوا كيسالوا الماتش كياكلوا مسمن واجي. ايوا جائز. هو شوف يا ما الجمهور هنا يتلقى مع دراري كيقدر تلقاه بارازار كيتشها، تلقاه في محلابه ولا تلقاه في شي حاجه، ما عندك ما دير،
ما عندك ما لا وهذيك مش هذيك هذيك محلابه ولا هذيك كتكون فواحد الوقت خارج على سوا 30 ماتش 90 دقيقه وكتجي تسير الماسك وتشيل فيستير الدوش الحمد لله مي ما كلاش داكشي قبل من الماتش غير كيبيري غير كيبيري سمى الرمزيان الاخت ايمن كيبقى الوالد الحمد لله الله يبارك فيك شكرا لك الله يجيب لي الشيخ امين شكرا لك الله يبارك فيك شكرا تبارك الله عليك السي عادل الله يكبر بكم شكرا ونتمناو خير الخير يبقى شكرا شكرا عادل سليم السلام عليكم علاش كلكم تقولوا ان الشرعي ضعيف مع انه انتصر على احسن مدرب في العالم هو البرازيلي مدرب مصر احسن مدرب في العالم وعلاش الراجل اللي تقصى من الدور الاول ولكن هو لما كيوجه الخطاب انا جايك وهذا الشيء بغيت نقول له يلاه مسكينه ايمان كانت كدافع وقالت لك علاش يمشي الشرعي وعلاش الركراك اللي تقصى من الدور الاول ومددوا ليه والطامة الكبرى هو اللي بلغوا قرار الاقاله اولا ماذا تقول لي هو اللي بلغوا ولا ما بلغوش نسمعوه الله يحفظك حاجه معروفه معنا يقال ويشاع ويروى والعهدات على هذه علاش كتقولوا شوف اخويا فين سمعتي انت سيفري الخطاب ديالنا راه معروف 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 الخطاب وعلى اين تحيه للسي ويلا ايمان قبيله كتقول انا معك بالله والشرع واحد السيد قال لك خي منير سول حبيبنا فخر الدين حبيبنا الفريق على النادي المكناسي شنو النصائح اللي ممكن يعطي الكوديم وصطاف جزاك الله خيرا ويكملوا في هذا الطريق وما يحضروش يديهم وقادرين الحمد لله بهذاك الحضور الجماهيري والناس المسؤول انا ديما تنقول لك واحد القضيه المشروع ديال لامونتي ديال المدينه ما كيكونش ديال المدرب وما عمره ما كان ديال اللاعبين الا كان ديال ناس ديال المدينه وتبارك الله انا كنقولها دائما مدينه مكناس عندها مواليها اللي كيغيروا عليها وعندها عليهم غيرهم كانوا عيوا في واحد الوقيته وقعوا لهم بزاف ديال قادرين يرجعوا هذيك الفرقه الحمد لله القسم الوطني الاول وقادرين ان شاء الله السنه الجايه نشوفوا النادي المكناسي يلعب المشكل ما يكونش في الطلوع ما بعد الطلوع استمراريه البقاء ما بعد الطلوع وهو البقاء لله البقاء لله عزيز الدنيبي عزيز الدنيبي اللي كان ضمن كان فريق ديال الوداد 2002 وكان عندي كان في نفس العام جا هو مديحي وقال مني من الليل هو تبعوا والرتبه والله يرحمه في ميليو تينا 2002 ديال الدودي ديال حكيم ديال حكيم الدودي ديال طنجة عافاك اخويا منير سول لي فخر الدين اليوم ما كاين ناس سول لنا ماك عازي درت عليه حمله شرسه من طرف بعض الصفحات قالوا لك البارح المدرب زيمباور حطوه في الماتش ديال اسفي الفرقه ما دايراش ملي دخل مكعازي دومينا الماتش كامل الرجاء قدرت تمارك واختيار ديال زيمباور زين باور ولا ولي بيكن باور لا والمدرب راه هو اللي عنده اختيارات هو اللي عنده الشوفه دايا غير دخل الجزائري تقدر تهضر تعي انت ولكن انا هو المسؤول على الفريق انا كتحمل المسؤوليه الا شفت الفريق ديالي ما دايرش كما قال دابا هذا السيد هذا خصني ندير ليه باش يدور غادي الله يعطيك الصحه اي دايوغ راه بانت هذيك الدخله ديال بن عياد كيفاش المره الاولى اللي دخل وكيفاش ماركا دونك هو بن عياد نسلاه شويه فا فيغ لو ريسك افيك 100 ميل ليسونسيي بلاتي زوين افيك 100 ميل ليسونسيي 16 كلوب بطوله 1 وبطوله 2 Et des écoles de foot dans chaque coin de rue, on n'arrivait même pas à voir un latéral gauche, ni chez les garçons, ni pour les féminines. Voilà, Kenassi va vers le risque. Had les 100 000 licenciés, ou had les 16 clubs légalti, ou had les garçons d'Akshi. Wesh t'trah, bada had le débat au niveau national. Voilà. Omalk, ma t'sal ou m'skira. Iye. Là, wakil wakil. قال لك ما كاينش لا هو تيقول لك ما كاينش لا حيت انا ريال كوش هو في كاع لي زيكيب اخر واحد كنتي كتخمم فيه هو الديفونسور اللي كان عندنا حنا مشكل فيه لاطاك ياك هو لاطاك لا ما كتلقى شي اتاكون كتفرح ديما ديك شو عن تامي مرحبا سي تامي خويا منير السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله تحيه ليكم للشيف خدير والاخت ايمان الله يبارك فيك وإلا ما تشوفناش بيان سيغ ما نهضروش قبل رمضان العواش مبروكة عليكم وعلى جميع المستمعين أخويا الله يبارك فيك خويا تامي الله يحفظك علينا وعليك السي تامي وليك الله يحفظكم غير أنا غنرجع واحد الساعة وربع من بداية البرنامج ديالكم شدني واحد الموضوع أييه اللي هو غندير إلا سمحتي واحد شوية ديال الدقائق غندير معكم لا نوستالجي ديال المنتخب المحلي فاش هضرتي على المنتخب المحلي قناة أييه مرحبا
لا غير خويا منير تنعرف الذاكره ديالك تبارك الله ولا سيف خديب ولا مون ولا الاخت ايمان غير نرجعوا لهذا المنتخب المحلي جو بونس بدا بالمرحوم السي عبد الله بليندا جو بونس عبد الله بليندا مازال عاقل ذاك الماتش ديال ليبيا ديال ليبيا اللي ربحنا هنا بثلاثة لواحد. شكون اللي كان مدرب ليبيا؟ هادي انت فيدني بها فوزي البنزرتي شيخ المدربين لا والله يبارك عليه نعقل على بنزرتي يلعب كونترنا في 2011 مع الماتش هادي اللي بقى راسخه في النادي الافريقي كان هو المدرب ليبيا لا برافو عليك وكان ثلاثه ديال التشكيله مازال عقل بون بلا باش ندوز المسائل المهمه بلا ما نتعمق هنا رجع من بعد بليندا ماشي تنظن سيرجع الحداوي الحداوي سي محمد مع الماتش ديال تونس الحداوي وسهيل سي محمد كان هو لاجوا وي وتقصينا هنا ما عمرنا مشينا لحد الان الشان علاش لحقاش حتى داك الشكل ديال القرعه ما عرفتش علاش يجيب لك كان المغرب العربي كان شمال افريقيا هو انا ماتش تقصينا مع ليبيا وماتش تقصينا مع تونس لا ولكن هذاك ديال ليبيا الماتش ديال ليبيا راه قبل منه تكاليفينا واحد لوتور ضد الجزائر اها كان في جمال كان الماتش روتور تلعب فاس الماتش روتور تلعب فاس يعني فاس ربحنا بلانتيات كانوا داروا كان لي ماركا هو سي محمد مديحي برافو عليك اخويا مونيك حيت حضرت ليه هذا فاس دابا هو تبارك الله حيت حضر ليه على الماتش اللي حضرت له الفاس انا شخصيا هنا غادي نجيك هي شنبغاو بهذا المنتخب ديال المحلي ها السؤال ديال فخر الدين شنو الاوبجيكتيف شنو بغيتي منه فخر الدين لا هي فخر الدين متفق مع على لا بغيتي تقول على المضمون وما متفقش مع على الكيف علاش سهله بحال دابا فاش قال انت نفضلوا العيبيه صغار ولا قل من 22 لا هذا الشيء كلشي تيبغي ولكن ملي تجي تشوف فين هما هاد العيبيه ديال 21 22 انا نمشي معاك للمنتخب ديال نبداوه من عموته لهاد ايفان طرو قبل ما يجي سي عصام شكون اللي كان عندنا دميعي عندنا لا كان عموته علي جوور علي جوور فاش كان علي جوور علي جوور سيدي كان الود غيري ما تيلعبش كان بلال الود غيري التحيف عادل التحيف ما تيلعبش اشرف رمزي اسامه الراوي عبد الله حيمود عبد الله فرح عبد الله فرح ما كانش يلعب فراجة بن جديده بينو بن جديده سوبول الحارس رضا اسمامة ديال توارقة وكان طه مريد في الوداد ما كانش كيلعب حتى هو شنو المغزى شوف كنت متبع مزيان هذا المنتخب احنا لي بارول مزيانين نجيبوا لعيبيه صغار واش يلعبوا ها انا جبت لك هادو نمشي معك 99% ما تيلعبوش شي شويه دابا اللي تيبان لي مثلا داك الدري ديال توارقة سميتو عبد الله بن طيب فوفانا بن طيب هذاك هو الوحيد اللي كاين دابا هذاك زكريا لبيب بينو بين هذاك زكريا لبيب راه لا جينيراسيون اللي مورا هادو حيت هادو 2001 الفوق زكريا لبيب راه 2002 ولا 2003 شوف الى جينا نشوفوا لا جامعه نخرجوش لا قلت لك بلال الخن وشعل في عمرو ولا ذكرت لك اللعيبيه هادوك كلهم راه ولا فورماسيون اللي خدا هذاك راه ماشي هي اللي خداوها هاد الدراري لا هادوك ماشي تقل شوف الى عقلتي هنا غادي نمشي معك دابا سمحنا انا وياك ما بلا عمان زعما ما كاين مشكل سميتو غير هو فوقاش احتاجينا هاد المنتخب لا بغيتي تقول بخيم ولا الامل الى مشينا تعقل على فخر الدين كان مازال لاعب في ذاك الوقت هي ديال بن لوزاني وبليندا كان واحد لي دو ماتش الاخرين لي دو لا كان واحد يلعب كاس لا اقصائيات اللوزاني لعب الاقصائيات كاملين لي دو ماتش الاخرين اللي كانوا جاو بحال قلتي الجوله الخامسه والسادسه هما اللي دار مازال ما قلت والو اخويا مونيك باش تقول لي لا انا نقول لك واحد انا شاهد وعاصر على هذه القضيه كان لاج ديالي مازال صغير وكنت حاب غير الكره اللي كانت هو خويا لا يمكن لك تقول لي لا قلت شي حاجه غلطه ويمكن لك مشكل راه تحفى شويه ما كاين مشكل هي واحد الوقت كان بليندا تيلعب اقصائيات ديال لاكوب دافريك اييه واللوزاني تيلعب الاقصائيات ديال لاكوب ديمون وراه هذه اللي بغيت نصحح شنو اللي غلط راه بليندا لعب دو ماتش الاخرين ديال اقصائيات كاس افريقيا ماشي الاقصائيات كلها اي
ايه لا متفق معك ديال ديال ما صرف ما صرف الاسكندريه وديال مالاوي في مالاوي. ايه لعب لي علاش لحقاش المرحوم بليندا كان حقق نتائج بشي شكل في داك الاقصائيات وتكونسونطرا جو بونس مع الماتش ديال السينيغال صح لي لا غلط لا السينيغال كان اللوزاني اللي لعبوا ايوه انا قلت لك اللوزاني قلت الماتش ديال السينيغال اللي ربحنا تما الديو ديال فرتوت فرتوت مجيد بويبود والداودي بي ديال ايه ومن بعد كان وقع اللي وقع في ذاك الماتش ديال السينيغال اللي ناض واحد جوا كيقول له التشكيله ديالي اللي بغيتها تدخل بالك هادشي يا منير فهذاك الصيف ديال 93 ديال هذا غير هو من بعد نقزوا على هذه المرحله سي تامي اخويا دابا والله ما عرفت كان فين غادي انا جايك فين غادي كيفاش انا جايك وانت دابا مشينا دابا التاريخ كله ديال سميتو هذاك القضيه اللي بغيتك اللي قلتي لي انا ما متفقش ونتفق ما جيتيش ليها كاع نهائيا حتى دابا ملي كتقول لي انت اصلتي يا سي تامي اصلتي باش ما نطولوش راه فهمتك راه هادو اللي ذكرتي انت هما اللي موافقين غير تصنتي راه الا بقيتي انت خايف غير تصنت دابا حنا كنمشيو لهاد كاس افريقيا المحليين راه ماشي شي حاجه اللي هي ما كتطلبش هاد الدراري اللي هضرتي عليهم انت وغتكون انت خايف انا بالنسبه لي ما نخافش انا كمدرب غندير لهم دي ماتشات اميكو وغادي نهزهم ونديهم نلعب بهم نعطيهم فرصه ما كاينش مشكل انا غير تصنتيه انا 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 بالنسبه لي انا هذا رايي ديالي انا غادي يلعبوا معايا دي ماتش اميكو وغادي نديهم يلعبوا معايا في هذا الدوري المحلي كنسميه انا اللي هي بطوله احنا دينا جوج نوبات من بعد محليه ونمشيو وغادي نلعبوها حيت هي اصلا علاش انا ملي كنتكلم بحال هكا ما اش فيها كاع هي انت راك تتبع فهمتك مزيان باش ما نطولش شوف شنو هي ليدي ديالي انا يعني. ليدي ديالي هي عاد تزاد العيبيه اللي ماشي تشوتيلا فرقتهم وديهم وفزتين انت بكاس الشال اللي دفزنا فيه جوج نوبات من بعد من بعد هاد العيبيه ما عمرهم يكونوا دي جوار انترناسيونو بمعنى الكلمه اللي انا عندي العيبي تنوجدو شحال نوجد في العيبي ماشي تشوتيلا حتى فرقتو ويمكن تامي يلعب في هذاك ذوك الماتشات تما ودار دي بون ماتش وما تعرف يمكن منين يرجع عند فراقيه يكسب اسكي نقولوا حنايا اخويا فخاك دي تجربه ليكيب ديال بن عبيشه اللي طلع معاهم الايديسات هو طالع حتى وصلوا لا ماشي ايديسات ايديزناف لا بداو تقبل بحال الكارتي بحال كانوا مع الادريسي كانوا مع عبد الله الادريسي المهم داهم بن عبيشه في الشبان هو معاهم وصلوا اللي جو اولمبيك وتقصينا مع تونس تم بعد منها تقريبا داروا واحد شويه ديال النواه مع ليكيب ديال عموته في داك الكاس ديال الكاس اللي لعبناه في قطر فهمتيني أيه في كاس العرب فيهم واحد اربعه ولا خمسه من بعد شكون بقى بانون اللي تنظن مشى لاكوب ديمون أيه. بقى شويه بن شرقي مع غيريت ماشي حتى مع هذا أيه. هو المغزى ديالي ونايف اجرد اللي كان رون بلاصون في هاد ليكيب هادي غير هو شوف جبتي انا نعقل على واحد الماتش حضرت له فاس مع المالاوي كان حضر له ماشي من المالاوي سميت ديال جورج ويا ليبيريا انا حضرت واحد الماتش شملت سميه عندنا حضرت واحد المنتخب ما عرفت واش ابريم ولا الامل عقلت على واحد الماتش لعبناه في فاس بدايه جمال السلامي يشد المنتخب السلامي اي ماتش اميكال ياك لا لا ماتش اميكال ماشي 3-0 يمكن لا والله هذه الدار يمكن 3-0 واحد وخمسين بينا تنتفرجوا فات منهم جورج ويا شكون اللي حاضر في المنتخب كان كله لا بليبار المحليين لعب امرابط اللي دابا سفيان لعب امرابط ولعب هاشم مستور دابا شمن المنتخب هذا واش محلي ولا ابريم كانوا دايرينو ابريم علاش غيفيدك نقولوا الله يرحم الوالدين فادنا بالمرابط ما خليناش يضيع المرابط ماشي حتى لتما عاد غيجي المرابط راه بان جاي من شحال لا هذا كانت بدايه ديالو اخويا منير هادشي اللي تنهضر عليك جو بونس 2017 غيكون هذا الماتش ولا نسيت فوقاش ولا 2018 المرابط مازال ما تعرفوا حد في ذاك الوقت كان خوه معروف المرابط مازال بينه وبين في ذاك الوقت ربحنا المرابط هاشم مستور لا هي بغيت نقول لك التسميات تتكثر
خويا منير موضوع الى الى ما الى ما سبقتيش عليه يعني ما نمشيش هذه قلق سما الله يعاوننا ويعاونك ان شاء الله. تحيه للسي تهامي والله الا شكرا بعد على داك على ديك الحقبه بعد اللي فكرتينا فيها ديال ديال تجربه المنتخب المحلي ديك الساعه ولا جينا نستعرضوا السميات اللي كانوا مع بليندا ومع الحداوي وسهيل راه كان كانت لا كاليتي ديال بصح. ناخذوا فاصل مستمعينا الكرام وحنا غادي نواصل معكم ولكن غنتكلموا على مباراه اليوم المؤجله لحساب الدور 20 واللي نهضت الزمامره غادي يستقبل فيها الوداد وبدون جمهور. انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شاد اف ام. تحيه للاصدقاء ديالنا وكل المتتبعين. نهضت الزمامره يستقبل الوداد مؤجل الدوره 20 واللي كان مؤجل بطبيعه الحال بفعل التزام الوداد ونهضة بركان بالمنافسات الافريقيه. وغدا كاين نهضة بركان مع الجيش الملكي. نهضروا على المباراه ديال اليوم 6 ديال العشيه نهضة الزمامره والوداد. واجهت واحد الظروف شويه لكلا الفريقين بعد ما فريق الوداد مشى ليه يعني كنقولوا لا كاليفيكاسيون ما غاديش نقرجوا نفس الكلام. كان انتصار صغير على لاستيك دي ميموزا ولكن كيبقى مباراه دابا تدخل دابا الشطر الثاني ديالك هو البطوله هو التفكير دابا ما بقاش عندك البطوله وكاس العرش غتمشي تواجه واحد الفريق اللي هو فريق نهضه الزمامره اللي محقق نتيجه ديال انتصار ديال 3-0 المعنويات غتكون مرتفعه على عند نهضه الزمامره غير هو بدون جمهور هو اللي شويه كنا كنتمنوا على هذه المباراه دي تكون بداك الملعب صغير بحضور جماهيري كان يعطيها واحد الدفء ويعطي واحد المعنويات اكثر للاعبين. الاين تعودنا حتى حنا كمشاهدين نشوفوا مباريات في هذا الشكل. المباراه لن تكون سهله. شفنا نهضره الزمامره مع الجيش الملكي شفنا مع اغلب الفرق كيفاش كيظهر بالمستوى اللي كيقدم. المباراه تكون صعيبه على كلا الفريقين واللي غادي يقدر يستغل الفرص المتاحه له ولا يقدر ينتصر في هذه المباراه دي. ما فيهاش غالب ومغلوب هذه المباراه لان ما قدرش ترشح فيها شي واحد على الاخر حيت الامكانيات عند الفرق بجوج دابا في هذه الظروف نقدر نقول لك متساويه خصوصا انت غتلعب خارج الميدان في واحد الارضيه ديال فهمتي مع واحد الفريق اللي هو متحمس وخير دليل على ذلك فكل مباراه اللي كيلعبها فريق الوداد مع هذه الفرق هذه كتعرف واحد النديه يعني كيف كنقولوا حنا واللاعبين كيبغيو يظهروا بمستوى جيد. اليوم الوداد غادي خصو يوجد ويعرف انه غادي يواجه واحد الفريق ولكن نقولوا اللاعبين اللي غادي يكون عندهم ذاك لونفي يبغيو يقدموا ما محتاجش تبريباريهم راه لاعبين ضد الوداد هو ديجا كيكونوا الدراري تيكونوا بحال هكا. غياب الجمهور هنا عنده تاثير على الفريقين تكلمت عليها قلت لك راه غياب الجمهور هذا هو السؤال اللي كنت كنطرح لا والكوتي مورال غيلعب دور كبير هنايا زعما لي دو زيكيب الوداد اللي جايه من ديسكاليفيكاسيون لا صافي يعني الوداد المشكل ديالها سهل معروف غتحبس تما زعما ما غايجيبوش معاهم لا حيت ماشي شي حاجه اللي طرات كانت يلا كانت ديجا كانت ملعوبه على شي حاجه اللي كما قال منير ذاك النهار خلينا واحد النسبه المئويه على انه جالاكسي ديرنا شي مفاجاه ما كانش دابا الوداد التفكير ديالو ان شاء الله هو البطوله وكاس العرش ولكن المباراه ما غتكون سهله غير هو بحضور جماهيري كانت غادي تكون زوينه. ناخذ معنا متصل جديد سي محمد من كازا. مرحبا سي محمد. السلام عليكم خويا مولاي الاوبري. وعليكم السلام. كنحييك كنحيي فخر الدين وكنحيي الاخت ايمان. تحيه لك. ايمان والاخ عبد الهادي مستقبل المكالمات. الله يحفظك. بعد كنحيي واحد الاخ صديق هو كمال من مراكش وكنشكره على البيت الشعري كنقال مؤخرا عاوتاني لسعيد زادوق وكيد كنتفق على البطوله كنحيي كمال راه صديق ديالي عزيز علي ذاك السيد اللي كيقول فيه كلمة اللي كيقول فيه واحد الكلمه جميله حبيبه قلبك يا ولدي سبحان الخالق المعبود فمها مرسوم كالعنقود ضحكته انسام وورود والشعر الغجري والمجنون يسافر في كل الدنيا من يفك ضفائره ويفك شعره مفقود الحزن عليك هو المكتوب كنحيي الاخ كمال من مراكش هذا البيت الشعري قالوا على البطوله وشو واش قال والشعر الغجري والمجنون يسافر في كل الدنيا من يفك ضفائرها فهو مفقود الحزن عليك هو المكتوب يا ولدي كنحيي كمال من مراكش لان هذا الشعر اللي قالوا كنبات على البطوله وكنتمنى غدي تاطر باش يكمل هذا الشعر خويا منير الله يجازيك بخير تفضل غير دابا انا بغيت نتكلم على حاجه ضراتني في قلبي على دابا هذا الشرعي هذا فاش كاس افريقيا
حيدنا وخلينا وليد بركراك اللي انهزم اللي فشل الفشل ذريع في كاس افريقيا. اييه واحد حاجه راه ما جاوبش على وليد بركراكي، كنقول علاش المغرب حتى الرتبه الاولى في التمريرات الخاطئه، وعلاش المغرب ما تختار منه حتى العاد في التشكيله ديال المنتخب الافريقي اللي كتصدر الكاف. ما عمر كانوا دائما اللعبه ديال المغاربه، وخا كنتقصوا في الدور الاول كانوا المغاربه دائما كيكونوا في التشكيله ديال الكاف. هذا العام ولا لاعب تقصى كاين في التشكيله ديال الكاف، هذه ما جاوبش على وليد الكراكي. واش المشكل ديال المنتخب المغربي هو غريب امزين؟ ماشي هو غريب امزين، المشكل ديال المنتخب المغربي هو وليد الكراكي اللي ما خدمش من قطر، بقى هو في قطر يهضر معاه تيقول لي مشينا نصف نهائي كاس العالم قطر. واخا والله ما نكذب عليكم كيعاود واحد البوليس صديقي، واحد خينا خو واحد خيتي صاك شدو قال لي ما مشينا كاس العالم ديال قطر صافي، دابا اللي دار شي كارثه كيتخبوا ورا كاس العالم ديال قطر. واش فهمتي هاد القضيه؟ ولا اله الا الله، شي كارثه كيتخبوا ورا كاس العالم ديال قطر. مشيتي غادي درتي شي كارثه، مشينا نصف نهائي كاس العالم ديال قطر، زادوا في الزيد مشينا نصف نهائي كاس العالم ديال قطر، زادوا في الدجاج مشينا نصف نهائي العالم ديال قطر. هاد النسبه ديال العالم ديال قطر نساوها خويا، الله يرحم لكم الوالدين، نساوها. وتاني واحد القضيه اخويا انا نجي على البطوله. البطوله راه خير مؤخرا، راه بقى فيها هذا السيد هذا كان كيتري بجمعيه سالس، سمعتيني اخويا؟ جمعيه سالس مالو شنو دار؟ هذا السيد هذا علاش كنقول فخر الدين؟ ما عمرك ما تري بشي فرقه في المغرب. بعدا انا نقول لك هادي راه كنتمنى خير يتصل بكم ويوضحها لكم. جا عندو المسؤول ديال جمعيه سالس قال لي سير بحالاتك، ما قالش لي سمح لينا ما بقيناش بغينا، قال لي سير بحالاتك. تصور هذا المسؤول ديال جمعيه ساله كان باغي خيري يتصور معاه في كاس العالم ديال 86. كان باغي يتصور مع خيري ويتصور مع فخر الدين ويتصور مع تيمومي، ولا شي خدام عنده كيقول لي سير بحالاتك. ايوا ما عندك ما دير. عليك الصبر اسي محمد. الله يرحم لكم الوالدين. صبر صبر. انا هذه البطوله هذه ديال هذا العام راه ضراني في قلبي، شوف راه زوينه جبتوها، هذه راه عاوده راه سمعتها في راديو ماس. راه مسؤول في واحد الفرقه، مدرب ديال واحد الفرقه ما نقولش سميتو، انا عرفت وراه انت عرفتي. هبط عند اللعابه سكران، المدرب كيتريني باللعابه هو هذا رئيس ديالهم، هبط عندهم سكران. واش هذه بطوله احترافيه؟ واش هذه بطوله احترافيه؟ ودابا واش ها اللي وقعت بحال هكا صافي لصقوها في الاحتراف؟ هضر معايا على المنظومه هي اللي تحاكم فيها الاحتراف، ماشي الاخر. شي منظومه خويا فخر الدين، خويا مني اوبري، هذه منظومه هاويه 100%، منظومه هاويه. شي مازال مي كان فخر الدين كيلعب كوره كانت البطوله احترافيه، لان كاع الفورم كانوا فيها الدرايب، كانوا فيها لعبه كواريه، الجيش كانوا فيها الكواريه، الراجا فيها الكواريه، الوداد فيها الكواريه، ومكناس فيها الكواريه، وجده فيها الكواريه. دابا خويا ما بقيناش كنشوفوا الكواريه، وكان فاريه تيدوخ. راك هضرتوا على حليم راه دابا كيعيش في فرنسا، حليم ديال الجيش. اييه راه كيعيش دابا في فرنسا، ماشي هو حليم ديال بوت كاداري، لا لا حليم ديال لا لا الله يهديك. راه قلتها وصحة ليا فخر الدين. عندك حليم، شوف عندك حليم وعندك فخر الدين وعندك الحمراوي. حليم كان راه كان تيدوخ، راه كان تيدوخ فخر، راه كان كيدوخ فارس في المنتخب. الله يدير فيها الخير. راه كان كيدوخ انا مريض. الله يحفظك الله يحفظك سي محمد. يلاه تبارك الله عليك سي محمد. شكرا شكرا فخر الدين. شكرا الله يحفظك. محمد جديوي قال لك نزار القباني المراكشي. هي هذه راه ابيات شعريه اللي خادها كمال، علم الله كيفاش تلقاها كمال. اسمعها كمال. اولا ما تعريف الاحتراف في البطوله الحاليه؟ تعريف الاحتراف سهل، هو التعامل الإداري كاحتراف، ولكن العقلية هل هي محترفة؟ ذاك أمر آخر. لو ديبار دو شرعي سي جوست اون كاستيون ديغو افيك الكراكي. جيسبيغ كو سو ديرني نا با بري لا غروس تيت اي لا كارت اي لا كارت بلانش، ما هي كو لي ريزولتا كي بوف لو ديفوندر. دابا ماشي لو ريزولتا، دابا راه جايين لي ماتش ديال مارس، خاص الناس تشوف شي حاجه اللي ترجع لها الثقه. ما ماشي غتربح انغولا وتربح موريتانيا وتقول لنا راه موريتانيا هي اللي قصات الجيري في لاكوب دافريك راه ربحناها، ولا تربح انغولا وتقول راه انغولا راه وصلت للكارد فينال. لا، الناس بغات تشوف شي حاجه اللي ترجع لها الثقه في لي دو ماتش اللي جايين. سي فري ياك كطمئني. ايوا واش بعيدا انت على النتيجه كاع تقدر تعطيني شي عرض يكون قوي واللي النتيجه ما تكونش فيه غاديه، كاينه شي حاجه كتشوفها؟ وي كنظن حاليا في المانيا ماشي فرنسا، هذا شي واحد ما بقيتش عرفت الاخبار ديالو فين هو. ايوب قال لك واقع مضحك،
القطار منطلق بدون سكة والرأي العام يلوم الركاب والسائق مستمتع بالرحلة. لا الله تحجم بلاستا القطار غادي بلا سكة، سكة خاوية، كيلي كيلوم الركاب علاش نتوما واقفين في السكة سيرو تبعو داك التران راه غادي في الشانطي. ايوا السائق بخير ما على بالوش. وهنا كنظن المقصود بالسائق هو المسؤول، هو رئيس الفريق، هو رئيس الجامعة، هو المسؤول صاحب القرار. بعض المرات راه صاحب القرار خصو ينتبه شوية بعض المرات، لأن في كرة القدم كاين شي حوايج اللي كيقدروا دي ديطاي اللي كيوليو مشاكل كبار. اللي خلاها السي فخر الدين هذا نصف نهائي كأس العالم غيكون عندها عواقب وخيمة على الكرة المغربية. خالد الكونتاري، عواقب وخيمة إلا بقيتي تما عايش عليها. ما إلا صافي احتفلتي بها حيدتي داك الشيء وحطيتيه في الخزانة وهبطتي للواقع راه غادي تكون القضية مزيانة مولاي. واش كاين شي كيشيروا عليا دوك يقولوا لي صافي كيقولوا لك طومور راز لك طومور بالماضي راه عطاك السكة مولاي ديال القطار. كيدير كيدير ليا ها هذيك زعما والله ما كنقول شاكون شاكون. واخا خويا النوضو تحية لك فخر الدين. تحية لك. تحية لك إيمان. تحية لك مولير. تحية الكابيتان وفخر الدين اللي كيطلب مني في هذه الأثناء إعادة 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 النظر إعادة النظر. تحية لعبد الهادي وتحية كذلك للبلماضي. شكرا لكل المستمعين، تلقوا غدا إن شاء الله. إلى اللقاء.